بونجورنو كاري ستودنتي كاري ستودنتسي، أهلا بكم معنا أعزائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، والريباسو فينالي والمراجعة النهائية في مادة اللغة الإيطالية سيكون معكم سينيور محمد شرف. إيه سينيور رفيق، النهاردة هنعمل ريباسو فينالي، هنعمل مراجعة نهائية على كل أجزاء المنهج، بداية من لا بارتي ديلي سيتواسيوني إلى لا بارتي ديلا جراماتيكا، جزء المواقف وجزء الجراماتيكا. زي ما أنتم عارفين الامتحان فيه جزء طبعا قطعتين، وبعد كده مواقف، وبعد كده جراماتيكا. طبعا هنبدا بلا بارتي ديلي سيتواسيوني والمواقف، ونفتكر مع بعض بسرعه كده لا بارتي ديلي سيتواسيوني، الجزء بتاع المواقف. عندنا في اول اونيتا، في اول وحده، كانت بتتكلم عن كواندو اوزيامو الفوتورو، امتى نستخدم المستقبل. امتى نستخدم المستقبل؟ كنا في عندنا اول استخدام اللي هو فارق بروجيتي. فار بروجيتي يعني يعمل مشروعات. بس نفتكر حاجه مهمه يا جماعه، ان استخدامات المستقبل لازم يبقى الفعل في الفوتورو، يعني لازم يبقى الفعل رو راي راه ري موري ترانو، وما ينفعش يعني الفعل يبقى في الماضي او الفعل يبقى في المصدر، وما ينفعش تبقى جمله استفهاميه، لازم تكون جمله خبريه. يبقى عشان استخدامات المستقبل اللي هم اربع استخدامات، بروجيتي مشروعات، بروميس وعود، بريفيزيون تنبؤ، ايبوتيز افتراض، لابد ان تكون فعل الجمله في المستقبل وتكون جمله خبريه. اعرف ازاي ان الجمله دي جمله بروجيتي مشروعات؟ اول جمله عندنا، اول مثال عندنا، لا ميا سكولا بارتيتشيبراه، مدرستي بارتيتشيبراه، هتشارك. طالما هتشارك في اي مشروع من المشروعات يبقى ده بروجيتي. المثال الثاني، لا ميا سكولا اورجانيزراه، هتنظم. طالما هتنظم يبقى ده بروجيتي. الجمله الثالثه، مترو دي سولدي دا بارتي، هضع فلوس على جنب. طالما مترو هوفر فلوس يبقى ده بروجيتي. الجمله الرابعه مهمه جدا، اونجورنو كومبريرو، طالما كومبرو هشتري، كومبرو هشتري يبقى ده بروجيتي، كومبرو يبقى ده بروجيتي. نمرو تشينكو، في نمرو تشينكو ها يبقى عندنا لامول فارول لزيوني دي جويدا، هلتحق بدروس قياده كوتشينا مطبخ. اي درس من دروس الموضوعات اللي خدناها قبل كده يبقى وانت مغمض ده بروجيتي. نمرو ساي، لامول دوماني لستودنتي بوليرانو، بكره الطلبه هتنظف البوسكو الجاردين والغابه والحديقه، يبقى ده بروجيتي تبع مشروع البيئه. عندنا كوستانو باسريمو، هنقضي اسبوع في باريس. عندنا مشروع التوأمه، الطلبه بتسافر في دوله اخرى، يبقى اي فعل مرتبط بالمشروعات يبقى ده بروجيتي مشروعات. نمر اوتو، لامول اراجاتسي فرانو لبروفي، الاولاد هيعملوا البروفات ان كامبانيا في الريف، او هيعملوا بروفات، ده مرتبط بالمسابقه الموسيقيه، يبقى ده بروجيتي. نمرو نوفي، لامول ستودنتي بارتيران، الطلبه هتسافر او هترحل لفرنسا، من مشروع التوأم الطلبه بتسافر لدوله ثانيه، يبقى ده بروجيتي. نمرو ديتشي، لامول بروزنترو ان بروجراما سبورتيفو، هقدم برنامج رياضي بفيرب وبريزنتار، يقدم، يبقى ده بروجيتي. يبقى يا جماعه اول ما الاقي فعل من 10 جمل دول، هشارك، هنظم، وهكذا، يبقى ده بروجيتي. الاستخدام الثاني معانا سينيور رفيق هيشرحه لنا، اللي هو فاري بروميس، هيشرح لنا سينيور رفيق فاري بروميس امتى نستخدم البروميس. اتفضل سينيور. تمام يا سيدي محمد، صباح الخير لكل الطلبة، أهلا بيكم في الريباسو فينالي بتاعنا، ويا ريت كلنا نستفيد منه النهاردة. فاري بروميسي أو فاتشو بروميسي هي طبعا وعد، وبنسبة كبيرة في الجمل بتاعت البروميسي بتاعت الوعد فيه شخص أنا بخاطبه، ففي الحالة دي أنا بكلم حد، بوعد حد. تمام، هنشوف المثال الأولاني، أي راجوني كويستانو ستوديو دي بيو، تمام، ستوديو دي بيو، هذاكر أكتر، يبقى ده هو البروميسي. ماما domani farò tutto il compito, farò, هعمل. va bene prof، انا بكلم البروف، بكلم la mamma، بكلم il papà، domani finirò tutto، هخلص كل شيء. nonna il fine settimana verrò a trovarti con i miei amici، verrò a trovarti، هزورك، بوعدك يا تيتا، هزورك الاسبوع الجاي. mamma metterò in ordine la casa، هنظف او هظبط اوضتي او هرتب غرفتي اليوم يا امي. تمام، ماما الفيني سيتيمانا بوليرو لا ميا كاميرا، بوليرو لا ميا كاميرا، انا بوعد والدتي ان انا هنضف اوضتي. سكوزا دا دوماني نون فارو بيو تاردي، اريفيرو ان تيمبو او ان اوراريو، مش هتاخر تاني، بوعدك هاجي في الموعد بالظبط. ماما نون ديرو بيو بوجيه، مش هكدب تاني، نون ديرو بيو بوجيه، انا بوعد حد ان انا مش هكدب تاني. ماما دا دوماني نون مانجيرو i dolci neppure un gelato، مش هاكل الحلوى ولا حتى الايس كريم. تمام، كل دي وعود. نشوف الجزئيه الثانيه البريفيزيوني، نرجع تاني لسينيور محمد شرف. شكرا سيورا. في طبعا لابارت لا ترسا ترس اوزو، الاستخدام الثالث وفار بريفيزيوني اللي هو ايه؟ التنبؤ. التنبؤ يا جماعه
انا بتنبأ بحاجه في المستقبل اللي هتحصل يا ما تحصلش، فبالتالي ده بناء على وجهه نظر ايه؟ شخصيه. تلاقي مثلا زي في المثال الاول كريدو كي اعتقد ان، زي المثال الثاني فيدو كي ارى ان، زي المثال الثالث بنسو كي اعتقد ان، زي المثال الرابع سكوندو مي من وجهه نظري. ده بناء على وجهه نظر شخصيه، حاجه تحصل يا ما تحصلش. يبقى اول ما الاقي كريدو كي فيدو كي بنسو كي سكوندو مي معاه اي حاجه خاصه بالجو، زي مثلا في المثال الاولاني كالدو حر فريدو برد بالتيمبو جميل بيوفرا تمطر، يبقى ده بريفيزيون. المثال الثاني لما اقول فيدو كي لا بارتيتا دوماني نون سارا فاتشيلا، المباراه لن تكون سهله. لو لقيت سارا وبعديها صفه زي سارا فاتشيلا سارا بيلو سارا بيلا، يبقى ده بريفيزيوني، وفيدو كي معاه طبعا يبقى سارا بريفيزيوني. لما تلاقي بنسوكي اعتقد ان، اول ما الاقي بنسوكي فيدو كي كريدو كي اعتقد ان، يبقى ده بريفيزيوني زي المثال الثالث. لما الاقي في المثال الرابع كريدو كي او سكوندو مي نون سارا فاتشيلا سارا وصفه سارا فاتشيلا كانتاري سارا فاتشيلي فينشر صراحة وصفة، لن يكون من السهل الفوز، احنا ممكن نفوز وممكن ايه ما نفوزش، فبالتالي يبقى ده يا جماعة ايه بريفيزيوني تنبؤ. نشوف المثال الخامس مع بعض. في المثال الخامس دوماني لا فيستا نون سارا موتوبيلا، بكره الحفله مش هتكون جميله جدا. لو لاحظتوا هتلاقي في سارا وبيلا سارا وصفه، اول ما تلاقي سارا وصفه او سارا وظيفه وانا مغمض يبقى ده بريفيزيوني تنبؤ، من بكره الحفله مش هتكون جميله يبقى ده بريفيزيوني. المثال السادس اليسيا ديفينتراي، اول ما الاقي فيربو ديفينتراي في الحاله دي بيساوي سراي، ستصبح او ستكون اي وظيفه، ستيلا نجمه برافو افوكاتو محامي شاطر كانتانتي مطرب فاموز ومشهور وهكذا. اول ما الاقي اي صفه او وظيفه بعد ديفينتراي او سراي يبقى وانا مغمض يبقى ده بريفيزيوني تنبؤ. نمبر 6 لما اقول باولو جوكا بينكال، شو باولو بيلعب كره قدم كويس، سكوندو مي من وجهه نظر ايه في سكوندو مي سراه بون كالشاتوري سيكون لاعب كره قدم جيد، يبقى ده بريفيزيوني تنبؤ. نمبر 8 لما اقول كريدو كيدينو سراه ام بوم مانجر، اعتقد ان دينو سراه ام بوم مانجر سيكون مدير جيد، طالما في سراه بوم مانجر يعتبر وظيفه وصفه يبقى ده بريفيزيوني. اخر جمله جوليا ديتشي تانت بوجي، جوليا بتكذب كتير، سكوندو مي من وجهه نظري نون سراه، ودي جمله امتحان السنه اللي فاتت، سكوندو مي من وجهه نظري نون سراه ونابونا اميكا، من وجهه نظري مش هتكون صديقه جيده لك في سراه وفي طبعا بعديها صفه وفي سكوندو مي، يبقى ده بريفيزيوني تنبؤ. ننتقل بعد كده للفار ايبوتيزي للافتراض لاستخدام الرابع المستقبل، ومعانا سينيور رفيق هيقدمه. طبعا الفار ايبوتيزي هو التخمين، وزي ما احنا عارفين البريفيزيوني والتخمين، البريفيزيوني معناها التنبؤ، انما الايبوتيزي التخمين يعني احتماليه، ان انا ما كان مش عندي دليل وانا بتكلم. كيوريسون لما بتكلم عن الوقت انا بفترض الوقت الساعه كام، انا بقول ربما تكون الساعه الثانيه، ربما يكون منتصف النهار، يبقى أي حاجة تتعلق بالوقت بقول عليها على طول هيبوتيزي تخمين. تمام؟ زي المثال الأولاني عندي سايكي أوريسونو سارانو لي دوي، قد تكون الثانية، سارا لونا قد تكون الواحدة، سارا ميزو جورنو سارا ميزا نوتي، أنا بفترض مش معايا ساعة فأنا بخمن الساعة كام. المثال الثاني دينو اي جوفاني نون افرا بيو دي 20 أني، أنا دينو صديق معرفوش لسه جديد بالنسبة لي، فأنا بخمن عمره، احتمال يكون عنده أقل أو أكثر من 20 سنة. questo cane abbastanza grosso pesera 15 كيلي، الكلب ده يعني سمين شوية، حوالي وزنه حوالي 15 كيلو، أنا برضو هنا بفترض أو بخمن وزنه. تمام؟ كي quella ragazza castana sarà chiara la nuova ragazza، مين البنت دي؟ ربما تكون الفتاة الجديدة، ربما أنا بفترض. تمام؟ perché Paolo non mangia ma avrà mangiato a casa، باولو مش بياكل ليه؟ ربما اكل في المنزل، يبقى انا بفترض حاجه، بخمن حاجه من دماغي، تمام؟ فيها احتماليه. dove Giulia ma sarà andata a casa، ربما ذهبت للمنزل، ربما تكون في المنزل. تمام؟ Andrea non viene con noi avrà da fare، Andrea مش جاي، ربما لديه ايه؟ اعمال. تمام؟ هنشوف مع بعض كده شيل لي ريسبوست ادات، هنشوف بعض الايزرشيتسي على السيتواسيوني اللي لسه شارحينها مع بعض. مع سنيور شرف مكسو. اول جمله يا جماعه بتقول ايه؟ لما اقول بروف يا بروف دوماني فيرو نوراريو نون فور تاردي، طبعا يا جماعه لما تلاقي بروف بابا ماما نونو منادى في اول منادى، لازم يكون منادى في اول جمله، ففي احتماليه كبيره جدا انه يكون بروميسيا. لو لاحظتوا كمان ان الفيرب هنا مصرف مع ايو فيرو،
مين اللي بيوعد؟ انا. طالما انا اللي بوعد يبقى الفعل مصرف معيو. دوماني فيرو انور عاريو، بكره هاجي في الميعاد انون فاروت عرضي، ومش هتاخر تاني يبقى استاذي، بكره هاجي في الميعاد ومش هتاخر تاني، يبقى اكيد الجمله دي جمله ايه؟ بروميسي. الاجابه بي، بروميسي. نمبر دو Tudo bem. اسيكوغرافي. Quando dico chi sarà questo signore, sarà signor Paolo. Io faccio, طبعا الإجابة كان signor شرف. واضح دلوقتي لما الاقي سارة وصفة أو سارة ووظيفة يبقى في الحالة دي previsione. لكن لما الاقي سارة وأن نومي، سارة واسم، سارة باولو، سارة جوليا، سارة أليسيا، لما الاقي سارة واسم يبقى في الحالة دي على طول الإجابة بتاعتي ipotesi. يبقى كي سارا كويستو سينيوري، سارا سينيور باولو، يبقى هنا يو فاتشو ايبوتيزي. تمام، ناخد بالنا من النقطة دي مهمة جدا. سينيور محمد، نمرو 3، لما اقول كواندو ديكو دوفي باولو ما سارا انداتو. بص يا جماعه، اول ما تلاقي جمله فيها ما وبعدها فوتور كومبوستو المستقبل المركب، ما سارا انداتو، ما افرا مانجاتو، ما اول ما تلاقي ما وبعدها، او حتى لو ما مش موجوده، طالما جمله فيها فوتور كومبوستو اللي هو افرا او سار بلس البي بي، سارا انداتو، افرا مانجاتو، وهكذا، وانا مغمض، يبقى ده جمله ايبوتيزي. فين باولو؟ تقريبا ذهب يلعب كره قدم، تقريبا، يبقى ايبوتيزي الاخيره، ايبوتيزي. نمرو 4 سيدور. Quando dico un giorno comprerò una casa in città, io faccio يوم ما سأشتري منزل. هنا بخطط حاجة بستخدمها في المستقبل. comprerò الفعل هنا متصرف في الفوتورو، الفوتورو سامبليتشي. تمام، المستقبل البسيط، حاجة لسه هتحصل وبخطط لها، يبقى على طول progetti. un giorno comprerò una casa in città, io faccio progetti. signor محمد، نمرو 5، لما اقول ابريستو سارا مزجورنو، لما زي ما الصوره في قال من شويه، لما الاقي سارا وساعه، دي الساعات يا جماعه، سارا مزجورنو، سارا ميزانوت، سارا لونا، ايه يا شباب، اي جمله فيها رقم، رقم ساعه، رقم عمر، رقم وزن، على طول يبقى ده ايبوتيزي، افتراض على طول، اللي هو تخمين السعر او افتراض الساعه وهكذا. بدري سارا مزجورنو تقريبا منتصف النهار، يبقى ده جمله ايبوتيزي الاخيره، افتراض الساعه، ايبوتيزي. نمرو 6 سي رافين. تمام. ندخل لجزئية تانية وهي unità السيتواسيوني المتعلقة بالوحدة التانية عندي، وهي chiedere conferma او confermare qualcosa. طبعا chiedere conferma هنا سؤال. طبعا انا عارف ان الفيرب chiedere chiudo اللي هو متصرف مع io chiudo، chiedi chiedi chiede. طبعا انا عارف فيرب chiedere بمعنى يسأل، chiedere conferma يطلب تأكيد. طب ايه الحاجات المتعلقة بطلب التأكيد؟ ma veramente، vero che، davvero، ما سول سيريو، ما داي، حقا، هل حقيقي، بجد. كل دي فيها شكل سؤال، انا بتاكد هل حقيقي. تمام، ما فيرامنتي، فيرو كي، دافيرو، ما سول سيريو، ما داي. شوف كده كونفيرما كوالكوزا مع سينيور محمد. زي ما السور في قال كده، احنا عندنا طبعا درس ده مرتبط شقين كده، كونفيرما زي اطلب تاكيد، وكونفيرماري زي ااكد شيء. لو حد بيطلب مني تاكيد معلومه فانا هاكد له المعلومه، اقول له ايه؟ اقول له ما تشيرتو بالتاكيد كذا كذا، كيارو واضح كذا كذا، تيجورو اقسم لك، احلف لك كذا كذا، ديكو سول سيريو بقول بجد، سكيرزي هتهزر هتمزح. ها لو لاحظتوا ايه يا جماعه؟ ان كلهم طبعا ايه؟ اجابات ما عدا سكيرزي، لكن كده كونفيرما السلايد اللي فات كان كلهم سؤال ما عدا مضاي. يبقى خلي بالكم، كيدري كونفيرما كلهم سؤال ما عدا مضاي، اهو لو لاحظتوا زي الصوره في جيبها لنا اهي، كيدري كونفيرما بطلب تاكيد، كلهم سؤال، كلهم اخرهم علامات استفهام ما عدا مضاي. خلي بالكم ده الكي وورد المفتاح اللي هتلاقيه في اول الجمله، طبعا هيجيب لي جمله طويله في الامتحان زي ما نشوف مع بعض دلوقتي، لكن كونفيرما عليه باكد كلهم اجابه او علامه تعجب ما عدا سكيرزي، ما عدا سكيرزي. يبقى لاقي كده كونفيرما اختار واحده من خمسه، كونفيرما اختار واحده من خمسه. تمام، نبدا نحل مع بعض كده مع السيدوره في اول جمله نشوف. ديكو ما سول سيريو سي فورتي اي ساي ريزولفري تواي بروبليمي كواندو. طبعا لو انا بحل جمله كيدري كونفيرما او كونفيرمو كوالكوزا لازم اتاكد الجمله فيها علامه استفهام ولا لا. طبعا ماسول سيريو هو المفتاح بتاعي، تمام، وفي علامه استفهام في الاخر ماسول سيريو. يبقى اول ما الاقي جمله فيها علامه استفهام الدرس ده ما عدا سكيرسي طبعا زي ما لسه قايل سنيور محمد، ماسول سيريو سي فورتي اي ساي ريزولفري توي بروبليمي، بعد كده علامه استفهام، يبقى في الحاله دي كيدو كونفيرما. سنيور محمد، نمرو 2، لما اقول كواندو كيدو كونفيرما عندما اطلب التاكيد، كواندو كيدو كونفيرما عندما اطلب التاكيد، طبعا طالما كيدو بطلب يبقى انا عايز سؤال، فين السؤال هنا؟ طبعا
بي لا ليه بي لا لان سكيرز خدناها تبع كونفيرمو هتبقى الاجابه سي فيرو كي سي اندبندنت باتسينت حقيقي هل انت اندبندنت بتعتمد على نفسك باتسينت وصبور طبعا اه مستبعده ودي مستبعده لان ده اجابه وده اجابه الوحيده اللي هتنفع يا جماعه هي تشي فيرو كي فيرو كي نمبر 3 سنور فيه كواندو كونفيرمو كوالكوزا ديكو. طبعا السؤال عندي كونفيرمو كوالكوزا، ما جابش كلمه كيدو، تمام؟ يبقى كواندو كونفيرمو كوالكوزا انا باكد الشيء. طيب انا هستبعد ايه؟ طبعا هستبعد النقط اللي فيها علامه الاستفهام، يبقى انا هستبعد بي ودي. ايفيرو كي انا هستبعدها، وما فيرامينتي برضه في جمله فيها علامه استفهام انا هستبعدها. طيب انا ممكن اختياري يبقى ايه؟ سكيرسي، بس دي فيها علامه استفهام. احنا قلنا ان يستثنى كلمه سكيرسي، بتهزر. سكيرسي لينتر فينشيرا لا بارتيتا، يبقى الاجابه عندي هتبقى تشي. طب ما داي، لا ما داي تبع كيدو كونفيرما، يبقى الاجابه عندي كواندو كونفيرمو كوالكوزا ديكو سكيرسي لينتر فينشيرا لا بارتيتا. سينيور محمد، نمرو 4 لما اقول للتسلور تجورو اقسم لك ماريا ايوتا لا ماما بودير لا كازا ماريا بتساعد مامتها في تنظيف المنزل طالما تجورو اقسم لك ده المفتاح هو بتاعي طالما تجورو اقسم لك وجمله عامه جمله خبريه هتبقى الاجابه بي كونفيرمو والجوزه باكد شيء ما بي كونفيرمو اتفضل يا سيدي نتنقل لأونيتا تري، السيتواسيوني المتعلقة بالوحدة الثالثة، وهي عندي موقفين سبريمري جويا سبريمري راماريكو وديسابونتو، بعبر عن فرحة أو بعبر عن ندم أو خسارة أو حزن. طب تعالوا نشوف مع بعض الحاجات اللي بتعبر عن جويا أو بياتشيري، فرحة أو إعجاب. كيبيلا سوربريزا، كيبيلا نوتيتسيا، كي فورتونا، كيبيلو، كيبيلا ايديا، كيبيلا جورناتا. زي ما انتم شايفين معظم الجمل فيها كلمة بيلو أو بيلا، طبعا بيلو أو بيلا حاجة جميلة فبتعبر عن إيه؟ فرحة وإعجاب. طيب ناخد بالنا إن كلمة كي فورتونا برضو بتعبر عن فرحة أو إعجاب بس ما فيهاش كلمة بيلا. طب نشوف تاني مع بعض تعبيرات بتعبر عن جويا وبياتشيري، كيبيلا سوربريزا، كيبيلا نوتيتسيا، كي فورتونا، كيبيلو، كيبيلا ايديا، كيبيلا جورناتا. لما أقول مثلا أو فينتو الكونكورسو موزيكالي، أنا فزت بالمسابقة، ها كيبيلا سوربريزا، يا لها من مفاجأة. حاجات اول ما اشوفها في جمل معينه يا جماعه انا وانا بشتغل عليها بتعبر عن فرح، تمام؟ هنشوفها مع بعض في الايزر شيتسي، بس نشوف التعبيرات مع سينيور محمد اللي بتعبر عن دي سابونتو ورام ماريكو. سبريميري جويا، لا لسه ليها تكمله تانيه، نشوف مع بعض الامثله. ده اهم الجمل بقى يا جماعه اهم الامثله اللي هي بتاع سيور اللي هي بريمري جويا يعني اللي انا لما اشوفها على طول اعرف ان دي ايه جويا فرحه زي ايه لما اقول مثلا او كومبراتو اشتريت طالما اشتريت يا جماعه خلي بالكم من حاجه بس عشان حد يقول لي الكومبراتو ده احنا خدناه في البروجيت لا هنا الفعل مصرف في الماضي امتى يبقى بروجيتي وامتى يبقى جويا لو الفعل مصرف في الفتور يبقى بروجيتي لكن الفعل هنا مصرف في الباسات وفي الماضي خلاص يبقى ده ايه يبقى ده جويا اشتريت اي حاجه اشتريت قصه اشتريت كتاب اشتريت اي حاجه يبقى ده ايه جويا فرحه او فينتو فوست ده صوره في قال شويه فوست بالمسابقه يبقى دي حاجه حلوه نمرو 3 بنسو دي اورجانيزاري بفكر انظم اي حاجه هنظم يبقى ده بروجيت يبقى ده جويا فرحه او بريزو خلي بالكم في فرق بين بيرسو وبريزو بريزو اخدت امبيل فوتو الماتيماتيكا اخدت درجه كويسه في الماتيماتيكا في الرياضيات يبقى ده حاجه حلوه اكيد اسكو كل اميتشي ايمي ديفيرت مولتو جمله دي في امتحان السنه اللي فاتت بخرج مع الاصدقاء ايمي ديفيرت مولتو بستمتع كثيرا يبقى دي حاجه حلوه ان كونتر اون اميكو كينون فيدو دا مولتو تيمبو جمله امتحان التجريبي السنه اللي فاتت بقابل صديق كينون فيدو دا مولتو تيمبو لم اراه من وقت طويل طالما بقابل صديق لم اراه من وقت طويل اكيد ده يبقى ده حاجه حلوه نمرو 6 انو بوليتو البوسكو فيتشينو على سكولا نظفوا الغابه والحديقه القريبه من المدرسه اكيد ده حاجه ايه حلوه يعني بعبر فيها عن الجويا الفرحه نمرو 8 سيارة فيه التو كانتانتي بريفيريتو في الرابر اون كونشيرتا ماجو، المغني بتاعك هيجي في حفله في شهر مايو، يبقى دي حاجه حلوه. دومينيكا اندرو، الحد هروح الو ستاديو افيديري لا بارتيتا، هشوف مباراه في الاستاد، حاجه بتعبر عن جويا، حاجه حلوه اكيد وانت رايح الاستاد هتبقى مبسوط. انو سوستيتويتو لفيكي لامباديني كون لامباديني اباسو كونسومو، غيروا بدلوا اللومد ذات الاستهلاك او اللومد القديمه بلومد باستهلاك اقل، دي حاجه حلوه جدا. انو ميسو ان كازو نيتو بير اي ريفيوتي للاستوا استرادا، وضعوا سلات للقمامه في الشارع بتاعك، يبقى دي حاجه حلوه جدا. انو بيانتاتو لي البري بير بروتيجري لامبيينتي، زرعوا اشجار كتير لحمايه البيئه، دي حاجه برضو جميله جدا. فادو الماري ان فاكانسا كل يا ميتش، هروح في اجازه مع الاصدقاء للبحر.
طبعا زي ما احنا شايفين كلها تعبيرات او جمل بتعبر عن حاجات جميله، فيها جويا، فيها فرحه او اعجاب. طيب سينيور محمد، اسبريبري رماركو عكس ديسابونتو. عكس عكس بقى جويا راماريكو وديسابونتو. طبعا راماريكو بمعنى ديسابونتو، حسره، اخفاق، احباط، ندم، يعني من الاخر حاجه وحشه. يبقى جويا حاجه جميله، حاجه حلوه، عكسها راماريكو او ديسابونتو حاجه وحشه. بيحصل لي موقف وحش او بس ما بيحصل لي موقف مش كويس، فبقول ايه؟ بقول بيكاتو، يا خساره، كي رابيا، حاجه تضايق، حاجه تنرفز، حاجه تثير الغضب. ماناجا، يا خبر اللعنه، ماناجا. كبروتا نوتيسيا، يا له من خبر سيء. اتشيدنتي، اتشيدنتي اسلوب اعتراض عندهم، اعترض، اتشيدنتي. كيبيكاتو، يا خساره. لو لاحظتوا يا جماعه، طبعا سواء جويا او راماركو او ديسابونتو كلها جمل تعجبيه، لان انا بتعجب سواء بالفرحه في جويا او راماركو ديس ايه ابونتو. يبقى كبروتا، كيباك، ماناجا، كيرابيا، بيكاتو، اتشيدنتي، بيكاتو، وهكذا. يبقى انا بعبر عن الراماركو او ديسابونتو على عكس جويا اللي هي كانابيلا او فورتونا. طب اول جمل عندنا في الرمارك وتس ابونتو سيورا فيها يبدا معانا، امتى اعرف ان ده الجمله دي معناها يحمل راماريكو او ديس ابونتو؟ المثال الاولاني، اتفضل سيورا. نون ريسكو ا تروفاري لي مي كيافي، مش لاقي المفتاح. طبعا دي حاجه وحشه، انا واقف على الباب ومش عارف اخش. نون ريسكو، لا استطيع ان اجد، لا اجد. نون ريسكو ا تروفاري لي مي كيافي، مش لاقي المفتاح. مولتا جينتي اوزا لي اوتو على بوستو دي ميتسي بوبليتشي، ناس كتير بتستخدم السيارات ها عن المواصلات العامه، دي برضو حاجه وحشه. مولتا جينتي اوزا لي اوتو على بوستو دي ميتسي بوبليتشي. sai che hanno cancellato le prove per il concerto, يا خسارة، لغوا البروفات. ها انت عارف ان هم لغوا البروفات، برضو دي حاجة بتعبر عن راماريكو دي سابونتو. hai prestato a Mario la tua bici e adesso lui è in ritardo. انت سلفت عرض ماريو العجلة بتاعتك، الدراجة بتاعتك، وانت او هو اتأخر انه يرجعها لك، برضو دي حاجة بتعبر عن حزن راماريكو، ندم. che caldo il clima della terra è cambiato molto، الحر ده المناخ اتغير جدا، ده برضو راماريكو وديسابونتو. un amico rifiutare di partecipare a un concorso، صديق ليك رفض انه يشترك على الكونكورس، رفض انه يشترك في المسابقه، يبقى ده برضو بيعبر عن راماريكو او ديسابونتو. سيور محمد، نمرو 6، لما اقول او ديمنتيكاتو، نسيت، نسيت اي حاجه، نسيت اشحن بطاريه الموبايل، نسيت اي حاجه، طالما ديمنتيكاتو نسيت يبقى ده راماريكو او ديسابونتو. نمرو 8، لما اقول دومينيكا سكورسا سيامو انداتي على المعري، ركزوا معايا، اقروا الجمله الاخر يا حضرات لو سمحتم. بقول لك انا الحد اللي فات ذهبت البحر، ذهبنا البحر، دي حاجه حلوه، بس كمل بقى. قال لك ماكوا مالاكوا ايراسبوركا، ولكن الميه لم تكن نظيفه. ذهبنا البحر اجازه ولكن الميه لم تكن نظيفه، يبقى اكيد ده حاجه ايه؟ وحشه، يبقى راماريكو او ديسابونتو. نمرو 9، لما اقول اوديمنتيكاتو تسبينير الاريا كونديسيونات، نسيت اطفي التكييف، نسيت اي حاجه، يبقى ده راماريكو او ديسابونتو. اي بيرسو، خلي بالكم فرق بين بريزو وبيرسو، هنا بيرسو، بيرسو فيربو بيردري، بيردري، بيردري يعني يفقد او يضيع، فيربو مهم جدا. اي بيرسو ليبرو دوناميكو، ضيعت كتاب صديقي، يبقى ده حاجه وحشه، يبقى ده راماريكو او ديسابونتو. وبريزو اخذت، خلي بالكم اخذت في الجويا قلنا اوبريزو ام بيل فوتو، اخذت درجه كويسه يبقى ده حاجه حلوه، لكن هنا قال اوبريزو ام بروتو فوتو، حصلت على درجه سيئه لزعم في الامتحان، يبقى ده حاجه وحشه، يبقى راماريكو او ديسابونتو. نمرو 12، اسبوركاتو لاميا جونا، وسخت الجيبه بتاعتي. سبوركاري، يوسخ، جاي من سبوركو، قذر او متسخ، يبقى ده حاجه وحشه. اخر جمله، الاستراد دي لا سكولا سونو ديفنتات سبوركي انكويناتي، شوارع المدرسه اصبحت سبوركي قذره انكويناتي وملوثه، يبقى ده حاجه طبعا راماريكو او ديس بونتو. اتفضل سيدي رفيق. طيب شيلي ريسبوستا كوريتا، هنعمل ايزرشيتسيو دلوقتي على اونيتا سيتواسيوني اونيتا 3. نمبر 1، كي كوزا ديكو كواندو سبريمو راماريكو، لما بعبر عن ندم، حزن، خساره، راماريكو. طبعا يعني احنا هنمشي بمبدا الاستبعاد، هنستبعد مثلا اللي فيها كلمه بيلا، يبقى انا هستبعد اول موقف كي بيلا نوتيتسي، هستبعده، واستبعد برضو النمبر نمبر دي كي فورتونا، واستبعد برضو نمبر بي كي جويا. تمام، يبقى الاجابه عندي بيكاتو نون بوسو انداري على سينما كون تي، خساره، مش هينفع اروح السينما معاك. يبقى الاجابه عندي تشي، بيكاتو نون بوسو انداري على سينما كون تي. سينيور محمد، نمبر 12 يا رفيق، لما اقول لاريا كوندسيوناتا نون فونسيونا بيو، لاريا كوندسيوناتا نون فونسيونا بيو،
التكييف لم يعد يعمل، مش شغال. طب طالما في نون حاجه حلوه مش شغاله، تكييف مش شغال، لا اجد لا استطيع، وهكذا، يبقى طبعا ده حاجه ايه وحشه، يبقى ده راماريكو او ديس ابونتو، يبقى الاجابه تشي رام ديس ابونتو. نمره 3 يا رفيق. كواندو سبريمو جويا، جويا يعني فرحة، أنا بعبر عن فرحة. نمشي برضو بمبدأ الاستبعاد، أحاول أستبعد الحاجات اللي بتعبر عن رماركو وديسابونتو، يبقى أنا هستبعد A كيبروتا نوتيتسيا، هستبعد طبعا A كيبروتا نوتيتسيا الخبر الوحش ده، تمام. هستبعد برضو بيكاتو يا خسارة، مناجا، يبقى الإجابة عندي هتبقى نمرو تشي كي فورتونا Ho trovato il fumetto che cercavo da tanto tempo. لقيت أخيرا، أو يا للحظ، لقيت القصة اللي كنت إيه بدور عليها منذ فترة. يبقى الإجابة عندي هتبقى نمرو تشي. سنيور محمد. Numero 4, la mole ho preso un bel voto in matematica. Ho preso un bel voto in matematica. حصلت على بريزو، ان بريزو يعني حصلت على او اخذ، ام بالفوتو ان ماتيماتيكا درجه كويسه ان ماتيماتيكا في الماس في الرياضيات، يبقى انا طبعا اسبريمو جويا بعبر عن شي الفرحه، جويا فرح. نمر شينكو سيرافي. هنخش دلوقتي على اونيتا 4 والسيتواسيوني بتاعت اونيتا 4، كيدري ايوتو او اوفريري ايوتو، بطلب مساعده او بعرض مساعده، او اتشيتاري اون ايوتو بقبل مساعده، او ريفيوتاري اون ايوتو برفض مساعده. طيب اول نقطه عندي كيدري ايوتو بطلب مساعده، خد بالك وانا بطلب مساعده انا اللي بطلب، ففي الغالب الجمله هيبقى فيها الضمير مي بوي داري اونا مانو بير فافوري، سنتي بوي فارمي اون فافوري، وعلامة استفهام ما تنساش النقطة دي برضو، مي بوي ايوتاري ممكن تساعدني، كواترو بوي اكومبانيارمي اللافورو ممكن تصطحبني الى العمل، يبقى دلوقتي كيدري ايوتو انا اللي بطلب مساعدة، فطبيعي اللي بيتكلم انا، هلاقي ضمير مي زي في المثال الأول مي بوي داري اون مانو، المثال الثاني سنتي بوي فارمي اون فافوري، ثلاثة مي بوي ايوتاري أو بوي اكومبانيار مي، تمام. يبقى أول ما ألاقي الضمير مي في الغالب اللي بيتكلم هو أنا، فأنا اللي بطلب المساعدة، تمام. داري اون مانو ساعدني، فارمي اون فافوري قدم لي معروفا أو خدمة، مي بوي ايوتاري ساعدني، بوي اكومبانيار مي اصطحبني إلى العمل، تمام. طيب سينيور محمد وفري رايوتو. وفري ايوه، بس احب الفت انتباهكم لحاجه بسيطه كده، خلي بالكم في راس السؤال فوق هي عندي، خلي بالكم ايوتو هي مانو هي فافوري هي كولابوراتسيوني، الاربع كلمات بنفس المعنى يا جماعه، ايوتو مساعده، هي مانو يد المساعده، هي فافوري خدمه، اعمل لي خدمه يعني برضو ساعدني، كولابوراتسيوني تعاون معايا يعني برضو مساعده، يبقى خلي بالك عشان لو ما جابليش مثلا ايوتو جاب لي اوفريري مانو اوفريري فافوري اوفريري كولابوراتسيوني، كلهم هيدوا نفس ايه المعنى. زي صورة في الف السلايد اللي فات ان انا كيدو ايوتو بطلب مساعده كلهم سؤال خلاص، وانا اللي بطلب يبقى مي، انا هنا بقى اوفر ايوتو بعرض مساعده، انا بعرض مساعده على مين؟ يا اما بعرض مساعده عليك انت هساعدك انت يبقى تي، يا اما بعرض عليكم مساعده انتم يبقى في، يا اما بعرض مساعده على صيغه احترام حضرتك او حضرتك يبقى لا. ومين اللي بيعرض؟ انا. فهتبص هنا في الجمله الاولى تي بوسو ايوتو، اقدر انا اساعدك، تلاقي بوسو مصرف مع انا، في بوسو دارو نامانو اقدر اعطيكم يد المساعده اقدر اساعدكم، بوسو مصرف مع انا، انا اللي هساعدكم، في بوسو دارو نامانو، بصوا فارق والكوزا اقدر اعمل شيء، مين اللي هيقدر؟ انا. بصوا اكومبانيارتي اقدر اوصلك، بصوا استنبار اقدر اطبع لك، مش لازم بصوا ضهري وانا معانه، لازم ممكن يجيب بعدها، بص ممكن اوصلك، ممكن اصطحبك، ممكن اساعدك، ممكن اعمل لك خدمه، ممكن اكتب لك، ممكن بصوا، واجيب بعدها اي فعل فين؟ انفينيتو في المصدر، يبقى انا كده بعرض مساعده. نمرو 4 لا بوسو ايوتاري اقدر اساعد حضرتك، يبقى انا كده برضو بعرض مساعده. لو لاحظتوا ان اول اربع جمل فيهم بوسو، طالما اوفرو بعرض يبقى بوسو، مين اللي بيعرض؟ انا اللي بعرض، انا اللي بعرض مساعده عليك، فطالما انا بعرض مساعده عليك يبقى انا اللي هساعد، يبقى بوسو. نمرو 5 لما اقول فوي اونا مانو، هل تريد مساعده؟ هل تريد مساعده؟
هل تريد مساعدة؟ يبقى أنا كده أوفر أيو تو بعرض عليك مساعدة. أو أي بيزون يو دونامانو، هل تحتاج مساعدة؟ في نمرة ساي أي بيزون يو دونامانو، هل تحتاج مساعدة؟ يبقى أنا كده بعرض عليك مساعدة. يبقى يا جماعة أوفرير بعرض مساعدة، يبقى أنا اللي هساعد، أنا اللي هساعد. طب هساعدك أنت يبقى، أو هساعدكم أنتم، أو هساعد حضرتك، يبقى الجملة تلاقي فيها يا تي يا في يا لا، أساعدك أنت أو أساعدكم أنتم أو أساعد حضرتك. وطبعا هيبقى الفعل مصرف مع انا، بصوا، واخر جملتين اللي هو فوي وانا مانو، هل تريد مساعده، او اي بزون دون مانو، هل تحتاج مساعده. ننتقل بعد كده لجزئيه اتشيتاري ايوتو، ازاي اقبل مساعده. سيد رفيق اتفضل. اتشيتاري ايوتو، يقبل المساعده. طبعا الطرق بتاعتي ان انا ممكن اقول لك انا موافق انك تساعدني، او يعني انا ما عنديش مشكله. اول جمله عندي اونو فولنتيري، فولنتيري بكل سرور. دوي سي جراتسي، انا موافق. جراتسي مولتو جنتيلي، شكرا قد ايه انت شخصيه محترمه. يبقى انا الطرق اللي انا بقبل بيها المساعده اتشيتاري ايوتو او كولابوراسيوني فولنتيري بكل سرور، سي جراتسي، جراتسي مولتو جنتيلي. ريفيتار ايوتو سينيور محمد. طبعا لو عندي ريفيوتار ايوتو يا سيورا فيه، ازاي ارفض مساعده؟ بقى انا بعرض عليك مساعده، فانت يا تقبل مساعدتي يا ترفضها. فلو هترفض طبعا هتبقى هتقولي لا، يا اما تقولي بورتو روبو نون بوي ايوتارمي، للاسف مش هتقدر تساعدني، ايا فيها بورتو روبو للاسف ونون. او ممكن بدل ما اقول بورتو روبو يقول لي مي ديسبياتشي، يؤسفني يؤسفني زي بورتو روبو للاسف. او نو جراتسي، لا شكرا. او خلي بالكم اللي دي بقى جراتسي، هناك في القبول كان جراتسي مونتو جنتيلي، شكرا انت مؤدب جدا. هنا اقول جراتسي شكرا، بس كمل الجمله قال لك ما كريدو دي بوتير فاري دا سولو، ولكني اعتقد ان هقدر اعمل ده دا سولو بمفردي. يعني اول ما تلاقي جراتسي ودا سولو شكرا لوحدي، هعمل ده لوحدي، انا كده ريفيوتو ايوتو. يبقى يا جماعه ريفيوتاري ايوتو، برفض مساعده، برفض مساعده، يبقى انا كده جمله اجابه منفيه، منفيه بنو او نون، او المعنى نفسه فيه ما يدل على النفي، زي ما قلت شكرا هعمل ده ليه لوحدي. يبقى احنا كده لو حبينا نلخص كده الاربع استخدامات، ازاي كيدر ايوتو بطلب مساعده، فبطلب مساعده، ها هتلاقي الفعل جمله فيها مي، انا بطلب انت تساعدني يبقى مي، والفعل المصرف مع تو انت مي بوي ايوتاري، مي بوي فاري اون فابوري، وهكذا. او اوفرير ايوتو بعرض مساعده، انا بعرض عليك مساعده، يبقى الفعل مصرف مع ايه، وبصوا او فوي اورامانو، هل تريد مساعده، او اي بزوني دورامانو، هل تحتاج مساعده. اتشيتاري بقبل، يبقى اجابه مثبته، فولنتيري بكل سرور، سي جراتسي نعم شكرا، جراتسي موتو جنتيلي شكرا حضرتك مهذب جدا. برفض جمله منفيه، بورتروبو نون بوي ايوتارمي، للاسف مش هتقدر تساعدني، او نو جراتسي لا شكرا، او جراتسي هقدر اعمل ده لوحدي. ننتقل كده للحل مع سيور رفيق، يحل معانا اول جمله، اتفضل سيور. أول جملة مع بعض يا شباب. quando offro l'aiuto، offro l'aiuto dico، أنا بعرض المساعدة، تمام؟ أنا بعرض المساعدة، إيه اللي ممكن أختارها هنا؟ puoi aiutarmi، ممكن تساعدني. vuoi una mano، هل أنت في حاجة إلى مساعدة؟ purtroppo non puoi aiutarmi، grazie molto gentili، طبعًا الإجابة عندي هتبقى في vuoi una mano، لأن أنا هنا اللي بعرض المساعدة، عكس chiedo l'aiuto، ناخد بالنا. ما حدش يتلخبط ما بين اوفر لايوتو اكيدو لايوتو. خلاص اوفر لايوتو زي سينيور محمد بيقول انا اللي بعرض المساعده، تمام؟ يبقى الاجابه عندي هتبقى نمرو بي، فوي اونا مانو. سينيور محمد نمرو دوية سورافي، كواندو كيدو ايوتو، عندما اطلب مساعده، اطلب مساعده من حد، طالما بطلب يبقى سؤال، طب بطلب مساعده يبقى عندنا دي مستبعده ودي مستبعده، يبقى يا تشي. طب بوي ايوتارمي، ممكن تساعدني؟ بوي ايوتار، ممكن تساعدني، ولا سي بص وفارق والكوزا، اقدر انا اعمل شيء. طبعا الاجابه انا بطلب مساعده من حد، فبقول له انت ممكن تساعدني، كان يو هيلب مي، انت ممكن تساعدني، يبقى يبقى بوي ايوتار مي، هل انت ممكن ان تساعدني، يبقى الاجابه طبعا هتبقى بوي ايوتار مي، ممكن تساعدني. نمرة 3 سنورا فيه. quando rifiuto collaborazioni dico، quando ريفيوتو كولابوراسيوني ديكو، انا برفض التعاون، تمام؟ هقولها ازاي؟ لو مشينا بمبدا الاستبعاد هنستبعد طبعا جراتي مولتو جنتيلي، هنستبعدها. فولنتيري هنا اتشيتو، قبلت طبعا. دي انا بعرض المساعده، طبعا الاجابه هتبقى بورتروبو نون بوي ايوتارمي، طبعا ريفيوتو كولابوراسيوني بورتروبو، او زي ما قال سينيور محمد مي ديسبياتشي نون بوي ايوتارمي، طبعا الاجابه عندي هتبقى بي. سنيور محمد نمرة سعيد، كواندو اتشيت
أنتو أيوتو، عندما أقبل مساعدة أقبل مساعدة. طبعا هتبقى الإجابة آه، فولنتيري بكل سرور، فولنتيري بكل سرور. ننتقل بعد كده سيور رفيق. ننتقل لأونيتا تشينكو الواحدة الخامسة، وهي عندي كيدري اون باريري، بطلب رأي. طبعا كيدري اون باريري اس بريمري اون باريري. كيدري زي ما احنا قلنا ان كيدري دايما بيتطلب مني اختار الجملة اللي فيها سؤال. كيدري اون باريري، انا بسأل بطلب رأي. كيني دي تشي دي، رأيك ايه؟ كيني بينسي دي، تعتقد ايه؟ كوزا ني بينسي دي، كوزا ني بينساتي دي، كوزا ني ديتي، ها سيكوندو تي، في رأيك. طبعا كلها جمل بتعبر عن طلب رأي، ولازم يكون فيها علامة الاستفهام. تمام، cosa ne dici di، انت بتقول ايه، ايه رأيك؟ cosa ne dici di questo concorso musicale، ايه رأيك في المسابقة الموسيقية، تقول ايه. تمام، يبقى كل دي تعبيرات بتعبر عن طلب الرأي. زي ما احنا شايفين في الجملة الأولى والثانية والثالثة، أنا بكلم شخص، بقول بخاطب شخص، فعشان كده بخاطب بصيغة تو، رأيك أنت إيه. لو بصينا في المثال رقم الرابع، كوزا ني بينساتي، انتوا رايكم ايه؟ انتوا بتفكروا في ايه؟ تمام، بطلب راي. يبقى هنا بصرف مع الضمير تو او بصرف مع الضمير فوي. كيني دي تشي دي، كيني بينسي دي، كوزا ني بينسي دي، كوزا ني بينساتي، كوزا ني ديتي سيكوندو تي. خلاص، شوف كده سبريميري اون باريري مع سينيور محمد. اسبريمر اون باريري، بعبر عن رايي لما بعبر عن، طبعا زي ما السورة في قال بطلب رايي، انا عايز سؤال، بعبر عن رايي، انا عايز ايه اجابه. لما يقول لك ايه رايك في الحاجه دي، فانت هتعبر عن رايك، هتقول لي ايه؟ تقول لي سكوندو مي، من وجهه نظري بينسو كي اعتقد ان، كريدو كي اعتقد ان، ومعاه بقى اي صفه خاصه باللبس، بالموضه، بالستايل، وهكذا. ده اليجانتي، ده شيك، ده الا موضه، ده الموضه، ده براتيكو، ده عملي، ده دي موضه ماشي على الموضه، ده لا تروح، ده اجدها او اراها، مولتو بيلا جميله جدا، مولتو بيلو بالليسيمو، مقطع اسمه يعني جدا، برافو، برافيسيمو، بيلو بالليسيمو، ده تيستا بيني، ده يلاقي عليك، ده تيستا ميليو، ده افضل عليك. اول ما الاقي حاجه خاصه بايه، باللبس، بالموضه، وهكذا، ده من وجهه نظري اعتقد ان، وارى ان، سكوندو مي بينسو كي فيدو كي، وهكذا، يبقى انا مغمض كده اسبريمو امباريري، بعبر عن ايه، عن رايي. نشوف كده مع بعض الاسئله. اتفضل يا سيدي. scegliere la risposta corretta per esprimere un parere. هنا وانا بقرا السؤال، تمام، اركز، هو مديني كلمه esprimere ولا chiedere؟ ها، per esprimere un parere، انا بعبر عن راي. يبقى هنا استبعد علامه الاستفهام تماما. يعني معنى كده ان انا استبعد الجمله الاولى اللي هي posso fare qualcosa، انا بعبر عن رايي. ها، ينفع اقول grazie sei molto gentile؟ لا، انا هنا هو بشكر شخص. نو جراتسي بارفكت، يبقى الاجابه عندي بي، لا تروفو مولتو لارج، انا شايف ان الفستان ده او الفستيتو ده لارج، واسع. تمام، يبقى اسبريمري اون باريري لا تروفو مولتو لارج. تمام سينيور محمد. نمبر 2، بركيدر اون باريري، لكي اطلب راي بقى. اه زي ما في قال، اعبر عن رايي، لكن بكيدر اون باريري، ركز، عايز سؤال ولا عايز اجابه؟ بطلب راي طبعا، طالما بطلب راي يبقى انا عايز ايه؟ سؤال. طب طالما عايز سؤال يبقى حاجه من الاثنين، يا اه يا تشي، بي وسي ودي مستبعدين. طب انا بطلب راي بقول ايه؟ هل بقول سي مي بوي اي تاري، ممكن تساعدني، ولا اه كين بنس دي او كوزا بنس دي، اللي هي معناها ما رايك في كذا، ما رايك في هذا القميص؟ طبعا هتبقى الاجابه الاولى اه، كوزا بنس دي كويستا كاميتشا، ما رايك في هذا الكاميتشا، ايه رايك في هذا الشميز، يبقى انا كده بطلب راي. لكن سينيا معناها ممكن تساعدني، انا كده بطلب مساعده مش بطلب راي. طبعا هتبقى الاجابه اه. نمبر 3 سيور. Credo che sia alla moda questa maglietta. Quando? Credo che sia alla moda questa maglietta. أنا هنا بقول رأيي. أعتقد ها إن التيشيرت ده أو الشميز ده على الموضة. يبقى أنا في الحالة دي بعمل إيه؟ هل أنا هنا بعبر عن فرحة؟ ولا بعبر عن disappointment؟ ولا parlo del colore؟ ولا esprimo un parere؟ طبعًا الإجابة عندي بي، esprimo un parere. أنا بقول في رأيي التيشيرت ده جميل أو على الموضة. يبقى انا هنا بقول رايي، يبقى اسبريمو اون باريري. سينيور محمد. نمرو 4 سورافي، لما اقول سكوندو تي، من وجهه نظرك ادينو بياتشي كويستو ليبرو، هل دينو بيعجبه هذا الكتاب؟ طبعا لو لاحظت ان الجمله اخرها علامه استفهام، يعني الجمله سؤال، طالما سؤال يبقى انا كده كيدو. يا جماعه بص، لقيت سؤال باخد كيدو، لقيت كيدو باخد ايه؟ سؤال. لقيت سؤال يبقى انا كده كيدو، في اتنين كيدو، كيدو باريرا بطلب راي، وكيدو ايوتو بطلب مساعده. لما اقول من وجهه نظرك هل دينو هيعجبه هذا التيشيرت، يبقى انا كده يا جماعه بي طبعا الاجابه كيدو امباريري، بطلب رايك، بطلب رايك كيدو امباريري. اتفضل يا سيرافي. طيب
نشوف مع بعض المواقف المتعلقة بالوحدة الأخيرة عندي وهي كيدري البريتسو. بسأل عن البريتسو السعر. طيب بسأل عن السعر دايما كيدري، احنا لسه قايلينها وبنأكد عليها ان كيدري صيغة استفهامية، صيغة سؤال، يبقى الجملة بتاعتي لازم يكون فيها علامة الاستفهام. كيدو او كيدري البريتسو، بسأل عن السعر. كوانتو فيني، كوانتو فينجونو، تشي اونو سكونتو، تشي لو سكونتو، كوانتي، كوانتو كوستا او كوانتو كوستانو، كوانتو فيني بكام، كوانتو فيني كوستا كاميتشا، بكام الشميز ده، تشي اونو سكونتو، في خصم، تشي لو سكونتو، هل يوجد خصم، كوانتي بكام، كوانتو كوستا بكام، يعني كلهم في المعنى نفس المعنى تقريبا، بكام، كام السعر. تمام، يبقى كيدري البريتسو، كوانتو فيني وفينجونو، c'è uno sconto, c'è lo sconto, quante, quanto costa او costano. signor محمد. طبعا الجزئيه اللي بعد كده كيدو لاتاليا او النومرو، لاتاليا او النومرو، ازاي اسال عن الطاليا والنومرو؟ ايه الفرق بين طاليا ونومرو؟ سريع كده، لاتاليا المقاس بصفه عامه، دي سواء مقاس في الاحذيه او مقاس في اللبس بيتقال عليها طاليا، لكن نومرو مقاس في الاحذيه بس، لان الاحذيه هي اللي بتقاس بالنمبر، بتقاس 38 40 وهكذا. انا بحب اسال حد عن مقاسه فبقول له ايه؟ كي طاليا بورتي، اي مقاس ترتدي، او كي نمر بورتي، اي مقاس ترتدي كاحذيه، او مثلا اقول لكم ادخل محل اقول افيت الترينتوتو، افيت الترينتا ساي، هل عندكم مقاس 38 مقاس 36 وهكذا. طبعا انا بسال، يبقى انا عايز سؤال، عشان كده خدنا اخر علامه استفهام. لكن بارلو دي لا تاليا او بارلو دي نمر، لو انا بتكلم عن المقاس بتكلم بقول المقاس مش بسال، فطبعا عايز اجابه، فبلاقي مثلا امبوستراتو ضيق قليلا عكسها امبو لارجو واسع قليلا، استريتو لارجو، كورتو قصير قليلا عكسها لونجو طويل، كورتو قصير عكسها لونجو طويل. او ادور على جمله فيها بقى طبعا المقاسات، لو بورتو الترينتوتو بلبس 38، وخلي بالكم ممكن اجيب لك الرقم حروف ترينتوتو ترينتا ترينتوتو ترينتا سي وهكذا. طبعا ايه لما الاقي 38 بلبس كذا، يبقى ده مش سعر يا جماعه، ده ايه؟ ده مقاس، او لا سمول او لا لارج او لا ميديوم وهكذا. يبقى انا كده بارلو دي لاتاليا او بارلو دي نومرو. يبقى في فرق ان انا اسال عن المقاس يبقى سؤال، بقول المقاس او بتكلم عن المقاس يبقى اجابه. اتفضل يا استاذ رفيق. كيدري ديل كولوري، انا بسال عن اللون. تشانكي ان، طبعا بسال عن اللون، يبقى انا لازم الاقي لون وعلامه الاستفهام كالعاده. تشانكي ان روسو، نيرو، بلو، بيانكو، في منه الاحمر ولا الاسود ولا اللبني ولا الابيض، او دي كي كولوري كويستا كاميتشا، ما لون هذا القميص. خلاص، يبقى انا بتكلم بسال عن اللون، يبقى عندي حاجتين بيسالوا عن اللون. تشانكي ان ولاقي لون، تشانكي ان بلو في منه الازرق، بيانكو الابيض، نيرو الاسود، روسو الاحمر، دي كي كولوري ايه، ما لون. بارلاري ديل كولوري، انا بتكلم عن اللون، بقول اللون اللي بيعجبني او انا بفضل اللون كذا. تمام، ايو بريفيريسكو الا روسو، انا بفضل اللون الاحمر. ايو امو النيرو، انا بفضل اللون الاسود. مي بياتشي الا روسو، انا يعجبني اللون الاحمر. تمام، يبقى هنا في فرق ما بين كيادري ديل كولوري، بسال عن اللون، انا داخل محل النيجوتسي وبسال عن اللون، فبقول تيشرت ده منه تشي انكي نيرو، في منه اسود. io preferisco، انا بقى بارلاري ديل كولوري، io preferisco la camicia nera، انا افضل الشميز الاسود. تمام، يبقى في فرق ما بين كيادري ديل كولوري او بارلاري ديل كولوري. سيور محمد، نحل مع بعض يا جماعه كده اسئله، يلا على المواقف في الوحده الاخيره. لما اقول شي انكي انيرو، في منه اسود، شي انكي انيرو، يبقى كوانتو كيدو عندما اسال، اسال عن ايه؟ شي انكي انيرو، طبعا اول ما الاقي لون من الالوان يبقى انا كده بسال عن الكولوري، اللون. numero 2 signor Rafik تبقى الإجابة طبعا quando شي كلوري. quando chiedo il prezzo، انا بسال عن البريتسو، بسال عن السعر. طيب بسال يبقى سؤال، يبقى وانا مغمض عينيا كده ابدا استبعد اللي فيها جمله خبريه، يبقى انا هستبعد التشي وهستبعد الدي. هنا طبعا احنا في ناس كتير جدا مجرد ان انا بشوف رقم بتروح تختار، يعني اخر جمله فيها كلمه 20 اورو تروح تختار 20 اورو خلاص. لا يا جماعه، انا بسال مش بقول، يبقى انا هستبعد التشي والدي. طب يبقى انا عندي هنا او بي هما المتاحين عندي اللي ممكن اختار ما بينهم. كيدو ان بريتسو، بسال عن السعر. كوانتو فييني كويستو كابيلو، بكام، بكام القبعه دي؟ يبقى انا الاجابه عندي هتبقى
انما بي دوفيا بي تي دينو، انت ساكن في نادي، لا ملهاش علاقه خالص بالبريتسو. يبقى الاجابه عندي هتبقى الاجابه الاولى طبعا، كوانتو فييني كويستو كابيلو. يور محمد ننتقل بقى يا جماعة كده، انتهينا من جزء لابارت ديل سيتواسيوني، جزء المواقف، هننتقل للجزء الثاني اللي هو جزء طبعا لا جراماتيكا. السيتواسيون بيجي لك في الامتحان 8 مواقف، 4 مواقف في درجة و4 مواقف في درجتين، يبقى 12 درجة في الامتحان على لي سيتواسيوني المواقف. لكن عندنا لابارت ديل جراماتيكا، جزء الجراماتيكا، عندنا 13 سؤال في الامتحان، 10 أسئلة في درجة و3 أسئلة في درجتين، 16 درجة على لابارت ديل جراماتيكا. فمهم جدا جزء الجراماتيكا، ركزوا معايا. هنبدا بجزء بريما اونيتا الوحده الاولى، كان عندنا زمن الفوتورو سامبلتش، المستقبل البسيط. لازم عارفين اللي بارولي كيافي، الكلمات الداله على الزمن اللي هم طبعا دوماني غدا، بروسيمو 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 قبلها فتره زمنيه معناها القادم، ده دوماني من بكره فيها غدا برضه هي من غد، فراو ترا بعدها فتره زمنيه معناها خلال، ده جراند في الكبر لما اكبر هشتغل كذا هعمل كذا، دو ماتينا بكره الصبح صباح غد، دو ماتينا اصلا اصلها دوماني ماتينا، دوماني غدا وماتينا الصبح فصباح غد، دوب دوماني بعد غد، وقاعده سي اللي هي قاعده اذا. يبقى اول ما الاقي دوماني وبروسيمو ده دوماني، فراو تراو ده جراند، ودو ماتينا ودو دوماني وسي، يبقى انا بتكلم عن الفوتور سامبليتش اللي هو زمن المستقبل البسيط. ننتقل بعد كده السيوره فيه، اتفضل. تمام. طبعا احنا عارفين ان الفيربو في اللغه الايطاليه ليه ثلاث اشكال، ثلاث مجموعات، مجموعه اولى بتنتهي بالمقطع اري، مجموعه ثانيه بتنتهي بالمقطع ايري، مجموعه ثالثه بتنتهي بالمقطع ايري. طبعا الفوتور سامبليتش او المستقبل البسيط عندي اهم حاجه بتميزه حرف الار، النهايات بتاعته لازم تنتهي دايما بحرف الار او فيها حرف الار. طبعا المجموعه الاولى عندي فيربو مثلا بينتهي بالمقطع اري زي كانتاري، بشيل المقطع اري على سبيل المثال وابدا احط النهايات بتاعتي، مع ايو بحط المقطع ايرو، مع تو ايراي، مع لوي ولي ايرا، مع نوي ايريمو، مع فوي ايريتي، مع لورو ايرانو. زي ما احنا شايفين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه زي بعض في النهايات، هنا ايرو ايرو، ايراي ايرا، ايرا ايرا، ايريمو ايريمو، ايريتي ايريتي، ايرانو ايرانو. المجموعه الثالثه بدل الايه فبحط المقطع او النهايه اي، ايرو ايراي ايرا ايريمو ايريتي ايرانو. تمام، تعالوا كده نبص لاهم حاجه عندي او اللي بيميز زمن الفوتور سامبليتش، النهايات بتاعته زي ما احنا شفنا كده في النهايه او الخانه الاخيره عندي في الجدول، رو راي را ريمو ريتي رانو، دي نهايات المستقبل البسيط، فيربو من كلمه واحده، فيربو من كلمه واحده نهايته فيها الاتي، رو راي را ريمو ريتي رانو، ايو رو تو راي لوي او لي را نوي ريمو فوي ريتي لورو رانو. اول ما اشوف كي فيربو من كلمه واحده في النهايات دي يبقى انا بتكلم او الزمن ده بيعبر عن الفوتورو سامبليتش المستقبل البسيط. دكتور محمد طبعا اهم الافعال الريجولار ولازم تحفظ عشان الفوتور كومبوستو هو فيربو اسر وفيربو افيري، بينتو اسر بيبقى ايه في الفوتور، سارو ساراي سارا، ساريمو ساريتي سارانو، وفيربو افيري ابرو ابراي ابرا، افريمو افريتي افرانو. وطبعا هم برضو نهايتهم زي ما السورة في قال، رو راي را ريمو ريتي رانو، رو راي را ريمو ريتي رانو. ده السورة في طبعا بالاضافه لاستر وافيري كفيربي الريجولاري، في بعض برضو الافعال الريجولاري المهمه جدا عندي هم كالاتي، فاري انداري داري ستاري ساباري. تمام، على الرغم برضو ان هم افعال الريجولاري زي ما قلنا دلوقتي انها برضو بتنتهي بالمقطع رو راي را ريمو ريتي ايه رانو، فاري فارو فراي فرا فريمو فريتي فرانو، انداري اندرو اندراي اندرا اندريمو اندريتي اندرانو، داري دارو داراي دارا داريمو داريتي دارانو، ستاري سارو ستراي سترا ستاريمو ستاريتي ستارانو، ساپيري سابرو سابراي سابرا سابريمو سابريتي سابرانو. سيور محمد طبعا يا جماعه الافعال كتير، الريجولار بقى هي ملخص الكلام زي سورة فيه قال ان اي فعل في الفوتورو سامبلش رو راي راه ريم ريت رانو، من اهمهم طبعا
فيرب فينير ياتي بالرو بالراي بالره بالريم بالريتي بالرنو. وطبعا زي ما انتم عارفين الافعال الخادمه اللي هو فوليري وبوتير ودوفيري اللي هي لما تيجي مصرفه في البريزنت بيه بعدها الفعل في المصدر، هي نفس الكلام هنا لما بتيجي مصرفه في الفوتورو الفيرب اللي بعدها بيجي في الانفينيتو في المصدر، زي بالرو بالراي بالره بالريم بالريتي بالرنو بوتيري بوترو بوتراي بوتراه بوتريم وبوتريتي بوترنو ودوفيري دوفرو دوفراي دوفرا دوفريم ودوفريتي دوفرنو. طبعا دي الافعال الخادمه لما تيجي مصرفها في الفوتور او مصرفها في البريزنت او مصرفها في الباساتو لازم الفعل بعدها يكون انفينيتو في المصدر، يعني اخره اري او ايري او ايري. ننتقل بعد كده للجزئيه اللي بعد كده. نبدأ مع بعض يا شباب، نحل أول جملة معايا. دوماني نوي ليزامي دينجليزي، دوماني نوي ليزامي دينجليزي، وأنا بحل. طبعا إحنا كأول درس فطور سامبليتشي فإحنا بنحل عليه، لما ندخل بقى في بقية الأزمنة لازم أحدد لبارولي كيافي الكلمات الدالة بتاعتي، لازم أعرف الكلمة هنا بتدل على أنه زمن وأبدأ أحل بناء على الكلمة الدالة اللي مديها. هو مديني هنا كلمة دوماني، دوماني زي ما احنا قلنا بتدل على الفوتور سامبليتش المستقبل البسيط. نوي طيب المستقبل البسيط احنا قلنا فيربو من كلمه واحده نهايات ورو راي را ري موريتي رانو، طبعا الجمله دي سهله ومباشره. دوماني نوي داريمو ليزامي دينجليزي، الاجابه عندي هتبقى بي. نيور محمد، جملة نمبر 2، ماما ذا جراند ايو، يا ترى اشتغل على ماما ولا اشتغل على ايو؟ طبعا يا جماعه الفاعل اقرب اسم للنقط او اقرب ضمير للنقط، اهم حاجه ما يكونش مسبوق بحرف جر، هل ماما ولا ايو؟ طبعا هشتغل على ايو انا، ايو انا هتبقى الاجابه فاروه الاولى، يا ماما لما اكبر انا هشتغل مهندس، فهتبقى الاجابه اه الاولى فاروه الاركتكت، وانا اللي هشتغل يبقى فاروه الاولى. نمبر 3 سينو رفيق، tra due mesi la classe al museo egizio. tra due mesi خلال شهرين، tra due mesi طبعا انا عارف ان fra و tra بيجي معاهم فتره زمنيه وهي الموجوده هي tra due mesi خلال شهرين. la classe الفعل بتاعي هو la classe، يعامل معامله المفرد، في بعض الكلمات كتير تعامل معامله مفرد زي classe gruppo band، تمام؟ يبقى la classe lui و lei، يبقى la classe andrà، طبعا الاجابه عندي هتبقى دي. نيور محمد، نمبر 3، فرادو جورني خلال يومين، فراد طبعا بعدها فتره زمنيه وفاطمه اسم بنت واي مفرد بيبقى لوي هو او لي هي، طبعا هتبقى لوي ولي هتبقى تورنيرا، فاطمه تورنيرا الكايرو خلال يومين، فاطمه ستعود الى القاهره، تورنيرا الاجابه بي تورنيرا الكايرو. نمبر تشيكو سيرافيق، دوماني سيرا لا ميا فاميليا الكونشيرتو دي مونير، دوماني سيرا كلمه الداله بتاعتي لا ميا فاميليا، احنا بنوع هنا في غلطتين، في ناس بتشوف كلمة لاميا أو الميو بتفتكر إن أنا اللي بتكلم فبتروح تصرف الفيرب مع إيو، دي غلطة كبيرة، لا طبعًا. تمام؟ لاميا فاميليا، والغلطة التانية اللي بنقع فيها إن في ناس بتفتكر كلمة لا فاميليا جمع فبيروحوا يصرفوها على أندرانو، لا طبعًا، إحنا كنا لسه قايلين في بعض الكلمات تحس إنها جمع بس هي في الأصل مفرد زي كلمة كلاسي، باند، فاميليا، جروبو، كل دي كلمات مفرد تعامل معاملة لوي ولي، يبقى دوماني سيرا La mia famiglia andrà al concerto di Munir. يبقى الإجابة عندي هتبقى دي. نور محمد، ننتقل لقاعدة سي، قاعدة مهمة جدا، قاعدة سي اللي هي إذا أو لو، طبعا سي إذا أو لو طبعا هيبقى فيه فعل الشرط وجواب الشرط، وسي لها مكانين ممكن تيجي في أول الجملة وممكن تيجي في نص الجملة، أهم حاجة عايزكم تعرفوها يا جماعة إن سي لها حالتين، إن ما يأتي بعد السي مباشرة هو فعل الشرط ممكن يبقى زي الحالة الأولى بريزنت مضارع أو في الحالة الثانية فطور ومستقبل، لكن في جواب الشرط لازم يبقى دايما إيه مستقبل فطور سامبلتش، يبقى السي ما يأتي بعدها مباشرة مضارع أو مستقبل، لكن جواب الشرط لازم يبقى مستقبل فطور سامبلتش، ما ينفعش يبقى بريزنت مضارع. مثال الأولاني بقول سي نوي سوديامو بين، لو إحنا بنذاكر كويس بس ريمو لزامي هنعدي الامتحانات، السي جي بعدها استوديامو بريزنت مضارع، الناحية التانية بس ريمو هنعدي ايه فطورو سامبلش. المثال التاني السي بي بعدها فطورو فطورو مستقبل بسيط مستقبل بسيط فطورو سامبلش فطورو سامبلش، مثال لما قلت سي فين شريمو الكونكورسو، لو احنا فزنا بالمسابقة فريمو نافيستا هنعمل حفلة، احنا هنفوز احنا هنعمل. وتلاحظوا معايا هنا يا جماعه ان قاعده سي عامه سي في الامتحان دايما بيبقى جايبها مع الفطور سامبلتش، لانه ذكرها في كتاب الامتحان المدرسه ان سي من الكلمات الداله على الفطور سامبلتش المستقبل البسيط. لاحظوا معايا ان السي طبعا اداه ربط زيها زي اي اداه ربط، فبالتالي لو في فاعل في الجمله
قبل النقط بنشتغل عليه، مفيش فاعل يبقى فاعل الجملة الأولى هو فاعل الجملة الثانية. يلا نحل مع بعض مع يعني يا سيكشن سي، سينيور ابدأ بالجملة محمد، الأولى. النقطة للإيضاح حضرتك معايا، اتفضل يا سيف. يعني معنى كده الفاعل مش واحد في الجملتين، لأن في طلبة كتير جدا بتعتقد إن الفاعل لازم يكون واحد في الجملتين. طبعا لا طبعا، لا لو طبعا، احنا بنعمل ايه يا سيورة، في بنبص الاول قبل النقط في فاعل بنشتغل عليه، ما فيش فاعل يبقى فاعل الجمله الاولى وفاعل الجمله الثانيه، لان ممكن يبقى الفاعل مختلف. ازاي؟ لما اقول مثلا ايه، سي ميو بادري ذرا بريستو، لو بابا جه بدري نوي والشريم، واحنا هنخرج، هنا الفاعل مختلف، فاعل الجمله الاولى بابا، فاعل الجمله الثانيه نحن. فبقول للطلبه ايه، انت بص قبل النقط في فاعل هتشتغل عليه، ما فيش فاعل يبقى تفهم ان فاعل الجمله الاولى وفاعل الجمله الثانيه. نحل كده طيب مع بعض وتثبت بالحل. اتفضل يا سيور. نبدأ مع بعض يا شباب. الجملة الأولى كنا لسه بنتكلم إن الفاعل ممكن يختلف. Se alice nel nostro gruppo vinceremo certamente. Se alice، بعد سي جاب لي فاعل، فاعل واضح جدا، اسم أليتشي، باولو، أليسيا، جوليا، يبقى سي أليتشي، وأنا عارف إن أليتشي هنا مفرد، تمام، يبقى أعبر أو أعوض عنه بالإجابة هتبقى بي. سي أليتشي كانترا، لو أليتشي دي غنت في الجروب بتاعنا فينشيريمو تشيرتامينتي، هنفوز بكل تأكيد. الإجابة طبعا بي. سينيور محمد، نمر دو سو دوماني فرا بالتامبو ايو. ايو في فعل قبل النقط؟ اه طبعا في ايو اهي. طب مش في ايو في الجمله الثانيه؟ طالما في ايو موجود قبل النقط بنشتغل عليها، فيبقى انظرو بي. معنى الجمله سي دوماني فرا بالتامبو، لو بكره الجو جميل ايو انظرو الماري كوني مي اميتشي، انا هذهب للبحر مع اصدقائي، الجو اللي هيكون جميل وانا اللي هذهب. فالفعل هنا سيورا في زي ما انت شايف مختلف في الجملتين، الفعل في الجمله الاولى الجو، الفعل في الجمله الثانيه ايو، طالما في ايو في الجمله الثانيه هنشتغل عليها، فطبعا هتبقى الاجابه اندروه بي، لو الجو بكره جميل انا هذهب للبحر مع اصدقائي. طيب سينيور نمر تري محمد، لو افترضنا ان ايو دي مش موجوده، سي دوماني فرا بيل تيمبو نوات الماري كون اني اميتشي، تمام. جميل قوي السؤال ده سيور، جميل جدا ما شاء الله. السؤال طبعا هنا، وده طبعا سؤال ثانويه عامه للطالب المتفوق، لو ما جابليش ايو في الجمله الثانيه زي ما سيورا فيه بيقول، لو قرينا الجمله الاخر يا جماعه قال كون ايمي اميتشي مع اصحابي مع اصدقائي، هو كده ما فيش فاعل في الجمله، لان الجمله الاولى الجو ماليش دعوه بالجو، فقال طالما قال لي مع اصحابي مع اصحابي في الجمله الثانيه، يبقى هفهم على طول ان الفاعل انا. طب لو قال مع كون اي نصر اميتشي مع اصحابنا، يبقى هفهم على طول ان الفاعل نوي نحن. طب لو قال لي في الجمله الثانيه كون تو اميتشي مع اصدقائك، يبقى هفهم على طول ان الفاعل تو انت. يبقى لو حتى لو ما جابليش فاعل في الجمله زي سيور رفيق ما بيقول، يبقى احنا بنبص على صفه الملكيه اللي جات لي في الجمله، ومن خلال صفه الملكيه اللي جات لي في الجمله انا بعرف مين فاعل الجمله. طالما قال لي صديقي يبقى اللي بيتكلم انا، طالما قال لي اصدقائنا يبقى اللي بيتكلم نحن، وطالما قال صديقك يبقى انت، وهكذا. يبقى طبعا تمام. هتبقى الاجابه اندرو. اتفضل يا سيرافي. الجملة الثالثة، سي نون كامينيامو بيو فيلوتشي نوات لاوتوبوس. طبعا هنا الفعل في الجملة الأولى، أو الفيرب هنا متصرف مع الضمير نوي وجاب لي الفيرجولا ونقط، يبقى فعل الجملة الأولى هو فعل الجملة الثانية، يبقى الإجابة عندي هتبقى بيردريمو. سي نون كامينيامو بيو فيلوتشي بيردريمو لاوتوبوس. سينيور محمد، نمرو كواترو سينون فراي سيرون سي دوماني فرا بالتيمبو ايو ايميو فراتيلو الماري، سي دوماني فرا بالتيمبو معنى الجمله لو بكره الجو جميل ايو ايميو فراتيلو انا واخويا، في الجمله الثانيه قبل النقط ايو ايميو فراتيلو انا واخويا، طب انا واخويا يبقى نوي نحن، طب نوي نحن طبعا هتبقى الاجابه بي اندريمو، لو بكره الجو جميل انا واخويا اندريمو الماري سنذهب الى البحر، يبقى الاجابه بي اندريمو. تمام، نمرو تشيكو سينيور. شينكو، سي فاي افانتي كوزي نون نوات ليزامي. لو استمريت كده نون، ها هنا الفيربو في الجملة الأولى متصرف مع تو، تمام، سي تو فاي افانتي كوزي نون سوبيريراي ليزامي. طبعا الإجابة عندي هتبقى دي، لأن هنا الفيربو متصرف مع تو والجملة الثانية برضو متصرف مع تو. سينيور محمد، نمر سي سي دوماني البروجيتو فريمو انا فيستا ان كراسه. طبعا لو بصينا قبل النقط مش هنلاقي في فاعل، لان سي معناه اذا، دوماني غدا، مفيش فاعل في الجمله الاولى. طالما مفيش فاعل في الجمله الاولى بنبص في الجمله الثانيه، لقينا في الجمله الثانيه فاريمو ريمو ريمو ريمو، طالما جاب لي فاريمو في الجمله الثانيه يعني نحن في الجمله الثانيه، يبقى نحن في الجمله الاولى، هتبقى الاجابه تشي سي فين ريمو، لو احنا خلصنا المشروع هنعمل حفله في الفصل، فاريمو ريمو في الجمله الاولى، ريمو في الجمله الثانيه. اتفضل يا سيدي رفيق.
هنخش على أونيتا دو واحدة تانية، وهي الفوتورو كومبوستو، المستقبل المركب. المستقبل المركب هو شبيه للباساتو بروسيمو، يعني شبيه جدا للماضي المركب من حيث الشكل أو التكوين بتاعه. التكوين عندي أو بيتكون من إيه؟ الفوتورو كومبوستو افيري بيو البي بي، افيري بلس البي بي، أو استري بلس البي بي. طبعا افيري أو استري بيكونوا في الفوتورو سامبلج، في المستقبل البسيط. زي إيه؟ افرو افراي افرا افريمو افريتي افرانو. والبي بي عندي احنا عارفين ان الباتشيبيو باساتو عندي ثلاث مجموعات، انا بشيل المقطع اري وبعوض عنه باتو الفيربو، المجموعه الثانيه ايري وعوض عنها باوتو، او ايري وعوض عنها بايتو. فالباتشيبيو باساتو عندي ممكن ينتهي بالمقطع اتو او المقطع اوتو او المقطع ايتو، اتفقنا؟ طيب الفوتور كومبوست ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من افيري زائد البي بي او استري زائد البي بي. افيري او استري زي ما احنا قلنا دلوقتي حالا انه لازم يكونوا في شكل المستقبل، المستقبل البسيط جنبهم البارتيشيبيو باساتو. زي المثال الاولاني، ايو افرو مانجاتو، افراي مانجاتو، افرا مانجاتو، افريمو مانجاتو، افريتي مانجاتو، افرانو مانجاتو. طيب استري سارو انداتو او انداتا، طبعا احنا عارفين ان احنا بنعمل اكوردو تبعيه مع لوزلياري استري، مع المساعد استري انا لازم اعمل التبعيه. طبعا يعني اللي بيتكلم لو ولد البي بي عندي بينتهي بحرف الاو، لو بيتكلم مفرد مؤنث البي بي ينتهي عندي بحرف الا، وهكذا لو جمع مذكر ينتهي بالاي، جمع مؤنث هينتهي بحرف الاي. بعمل التبعيه مع استري فقط. سارو انداتو او انداتا، سراي انداتو، سرا انداتو، سرا انداتا، سريمو انداتي او انداتي، سريتي انداتي او انداتي، سرنو انداتي او انداتي. ده كده الشكل بتاع الفوتورو كومبوستو، افيري بلس البي بي او استري بلس البي بي. شوف مع سينيور محمد. طب يبقى، طب زي ما الصوره فيها قال الفوتورو كومبوستو بيتكلم من افيري في الفوتورو كومبوستو في الفوتورو سامش بلس البي بي، او اسره في الفوتورو سامش بلس البي بي. طب امتى استخدم بقى الفوتورو كومبوستو يا جماعه؟ استخدام الفوتورو كومبوستو انا لما اكون بتكلم عن حدثين في المستقبل، حاجتين في المستقبل لسه هيحصلوا، مثلا بكره بعد ما اذاكر هخرج، يبقى انا هعمل ايه الاول؟ هذاكر الاول وبعدين هخرج. شرط استخدام المستقبل المركب ان يكون عندي حدثين في المستقبل، الحدث اللي هيحصل الاول مستقبل مركب فوتورو كومبوستو، الحدث اللي هيحصل بعدين فوتورو سامبلتش مستقبل بسيط. طب ايه الكلمات اللي تدل عليه؟ ما طالما في حدثين في المستقبل يبقى لازم في اداه ربط. عندي اربع كلمات اللي هم دوبو كي بعد ان، ابينا بمجرد ان، كواندو عندما، نون ابينا بمجرد ان. دوبو كي وابينا وكواندو ونون ابينا. لو جم في اول الجمله بيجي بعدهم فوتور كومبوستو مستقبل مركب اللي هو افر او سار بلس البي بي، الناحيه الثانيه فوتور سامبلتش مستقبل بسيط كلمه واحده بار. طب دوبو كي ابينا كواندو لو جت في النص، لو جت في النص يبقى بعديها فوتورو كومبوستو مستقبل مركب وقبليها فوتورو سامبلتش مستقبل بسيط. اهم حاجه نعرفها ان انا اول ما الاقي دوبو كي ابينا كواندو والنقط بعديها سواء جت في الاول او جت في النص لازم اللي يكون الزمن الذي فيها مباشره هي زمن المستقبل المركب. ما تنسوش ان دي اسمها كلمات الداله على المستقبل المركب، يبقى مين اول يلزق فيها مباشره هو الفوتورو كومبوستو المستقبل المركب اللي هو ابر او صار بلس البي بي. اتفضل سينيور رفيق. طيب نشوف مع بعض كده بعض الأمثلة يا جماعة. دوبو كي، احنا قلنا اهو دوبو كي كلمة بتدل على الفوتور كومبوستو، يبقى الأولى يجي وراها الفوتور كومبوستو. يبقى دوبو كي الكونكورسو سارا فينيتو ساريمو ديلي ستيلي، أبينا إل بادري سارا تورناتو أكازا شينيريمو توتي إنسيمي. أدي دوبو كي في الجملة الأولى جي وراها فوتور كومبوستو، والناحية الثانية فوتور سامبليتش، وهكذا. المثال الثاني ابينا il padre، ها بعد ابينا جاب لي الفوتور كومبوستو. dopo che Mario avrà incontrato Andrea usciranno insieme، i ragazzi usciranno appena avranno fatto il compito. ناخد بالنا ان الفاعل مش واحد في الجملتين، خلاص يعني في الجمله الاولى dopo che il concorso sarà finito، هنا انا صرفت على il concorso، الجمله الثانيه صرفتها مع noi saremo delle stelle. الجملة الأولى appena il padre sarà tornato a casa cineremo tutti insieme. أنا طب ليه في الجملة الثانية هنا صرفت على نوي؟ عشان كلمة insieme هنا قايمة على المعنى شوية. بمجرد إن الأب هيوصل البيت هنتعشى مع بعض cineremo tutti insieme.
دوبو كي ماريو افرا انكونتراتو اندريا، بعد ما ماريو قابل اندريا او هيقابل اندريا وشيرانو انسيامي، هيخرجوا مع بعض. يعني هنا في الجمله الاولى صرفت معلول على ماريو، الفاعل بتاعي افرا انكونتراتو. طب الاثنين بعد كده هما الاثنين انسيامي، هيخرجوا مع بعض وشيرانو انسيامي. الجمل دي قايمه على المعنى والفهم. اي راجاتسي وشيرانو ابينا افرانو فاتو الكومبيتو، الولاد هيخرجوا بمجرد انهم يعملوا الواجب. سنيور محمد، انتل سيور. طبعا كده احنا رجعنا مع بعض على اونيتا اونو ودوي في الفطور سامبلش والفطور كومبوستو. في اونيتا تري واونيتا كواترو بنتكلم عن اي برونوم ديريتي، ضماير المفعول به. ضمائر المفعول به انا عندي اربع ضمائر، اللي هي اللو والله واللي واللي. لو انا بقول لك بتاكل البيتزا، نعم باكلها. تعرف باولو، نعم اعرفه. لو المفعول اللي بعوض عنه في الجمله الاولى، ببص على المفعول به اللي في الجمله الاولى. لو مفرد مذكر اعوض عنه بلو، مفرد مؤنث اعوض عنه بلا، جمع مذكر اعوض عنه بلي، جمع مؤنث اعوض عنه بلي. انا ببص على ايه يا جماعه؟ على المفعول به اللي في الجمله الاولى، ماليش دعوه بالجمله الثانيه. انا ببص على الجمله الاولى، ببص على المفعول به وليس الفاعل. اهم حاجه يكون مفعول به اسم غير مسبوق بحرف جر، لان لو مسبوق بحرف جر مالناش دعوه بيه. فهبص على المفعول به اللي سبق ذكره في الجمله الاولى. عندي في الجمله الاولى اليسيا ايه كيارا. طب اليسا وكيارا دول بنتين صح؟ طالما بنتين يبقى جمع ايه؟ مؤنث. بقول لك بتشوف اليسا وكيارا؟ تقول نعم هشوفهم، او لا مش هشوفهم. مش هشوف مين؟ مش هشوف اليسا وكيارا. طب اليسا وكيارا دول بنتين جمع مؤنث. طبعا هتبقى الاجابه اجابه او سؤال هتبقى ليه الاخيره عشان جمع مؤنث. نمرو دوس يا رفيق. Dove fate il progetto di biologia? Facciamo a scuola. طبعا زي ما السيدور محمد قال، الاسم لما بيجي حرف جر قبله ماليش علاقه بيه. يعني في ناس هتشوف كلمه بيولوجيا دي هنا هيروحوا يختاروا لا، لا طبعا. دوفي فاتي إلا بروجيتو، ده الفاعل بتاعي او المفعول بتاعي اللي انا بعوض عنه بالضمير بتاعي. يبقى دوفي فاتي إلا بروجيتو، البروجيتو هنا مفرد مذكر يبقى اعوض عنه بلو. دوفي فاتي إلا بروجيتو دي بيولوجيا لو فاتشامو اسكولا. سيور محمد، نمرة 3. يا راجاتسي بنبصوا او ننفرنوا لبروفي اسكولا. في كلمه نبص عليها لبروفي، ليه ما خدناش على اسكولا؟ لان اسكولا مذبوحه بحرف ايه؟ جر. الاولاد مش هيعملوا البروفات في المدرسه، هيعملوها عند فابيو. الهاء هنا عايده على ايه؟ عايده على لبروفي. ولبروفي دي جمع ايه؟ مؤنث. طالما جمع مؤنث هتبقى الاجابه الاولى ليه؟ لبروفي. يبقى ليه؟ الاولى. ريجو سرافين. تمام. كيارا سواني لا تاستييرا سي سوونو. طبعا هنا لا تاستييرا ها مفرد مؤنث، فالاجابه عندي هتبقى لا. كيارا سواني لا تاستييرا سي لا سوونو. سيور محمد، نمرة 5 سيورا في كي بريبارا لا كولاتسيون اوجي. ماليش دعوه باوجي، اوجي معناها اليوم. مين بيحضر لا كولاتسيون الفطار اليوم؟ طبعا هشتغل على لا كولاتسيوني، ولا كولاتسيوني مفرد مؤنث. طبعا هتبقى الاجابه لا الثانيه، لا اليسيا لا بريبارا، اليسيا هتحضره، لا بريبارا، لا الثانيه. نمرة 6 سيورا في تمام. ماريا دوفي فيدي الفيلم كوم بلوم فيدا كازا. طبعا بنأكد الاسم لو جه قبله حرف جر ماليش علاقة بيه، ماليش دعوة بيه إطلاقا. يبقى ماريا دوفي فيدي الفيلم كوم بلوم لو فيدو أكازا. طبعا الفيلم هو المفعول بتاعي، هعوض عنه بالضمير لو. ماريا دوفي فيدي الفيلم كوم بلوم لو فيدو أكازا. نور محمد، طبعا عندنا يا جماعه اللو والله واللي يا سيورا فيه اللي احنا لما نعلمه شويه كانوا ينفع يعوض عن عاقل او غير ايه؟ عاقل. هل تعرف باولو؟ نعم اعرفه. هل تاكل البيتزا؟ نعم اكلها. لكن انا عندي ضمائر عاقل بس. ايو انا لما تيجي مفعول به بتبقى مي، تو انت لما تيجي مفعول به بتبقى تي، نوي نحن لما تيجي مفعول به تبقى شي، فوي انتم لما تيجي مفعول به تبقى في، ولا حضرتك لما تيجي مفعول به تبقى مي، بتبقى حضرتك لما تيجي مفعول به تبقى لا. بيجي لنا ازاي؟ اول صيغه زي السؤال الاول ان هو يجي على شكل سؤال واجابه. لو انا لقيت سؤال واجابه زي في السطر الاول فوق عندي كده، لقيت سؤال فيه مي اخد تي، لقيت تي في السؤال اخد مي في الاجابه والعكس، لقيت في اخد شي، لقيت شي اخد في، ولو لقيت لا اخد مي. اوصل حضرتك؟ نعم وصلني. فالله في السؤال هتبقى مي فين؟ في الاجابه. مثال اولاني برونتو، الو مي سنتي، هل تسمعني؟ فاقول المفروض نعم اسمعك، نعم اسمعك. فالمي في السؤال هتحول الى تي في الاجابه، يبقى تي الثالثه. مي ام اي يبقى تي تي اي الثالثه. هل تسمعني؟ نعم اسمعك، سي تي سنتو الثالثه. نمبر دو سينو رفيق. كي اورا تي كيامو؟ كيامي الي ستة.
اكيورا تيكيامو، هكلمك امتى؟ فانا اقول كلمني ميكيامي، كلمني. ها قالي ست، الاجابه طبعا هتبقى مي. احنا قلنا دلوقتي التي تتحول مي او المي تتحول تي. سنيور محمد، نمرو 3، كي في بورتا ان كامبانيا؟ كي في بورتا ان كامبانيا؟ مين هيوصلكم للريف؟ في السؤال هتحول الى شي في الاجابه، شي بورتا ميو بادري. مين هيوصلكم؟ قلنا الفي بتحول لشي، يبقى الاجابه هتبقى الثالثه، شي بورتا ميو بادري، هيوصلنا والدي شي بورتا. نمرو 4، باولو تي اكومباني على السينما؟ سي ها في اكومبانيو. طبعا زي لسه قايلين وبناكد على النقطه دي، ان الفي تتحول شي او الشي تتحول في. تمام يا باولو، هتصطحبنا الى السينما؟ ايوه هصطحبكم او هروح معاكم السينما، هرافقكم. اللي بعده سنيور محمد، او تيجي يا جماعه على شكل ايه؟ شكل منادى جمله واحده. لو انا لقيت منادى جمله واحده، منادى جمله واحده زي مثلا جوليا فيرجولا ونقط، راجاتسي فيرجولا ونقط. لو انا لقيت منادى جمله واحده، اتاكد ان المنادى ده مفعول وليس فاعل. منادى مفعول وليس ايه؟ فاعل. عايز اقول لها يا جوليا، ها اقدر اعزمك على العشاء، فاعزمك مين ايه يا جوليا؟ لو انتوا يا جماعه لقيتوا المنادى اللي عندي ده منادى جمله واحده، لو المنادى ده مفرد سواء مفرد مذكر او مفرد مؤنث، خدوا تي. المنادى جمع، خد في. المنادى احترام، خد لا. يبقى لو منادى مفرد تي جمع في احترام ايه؟ لا. يعني مثلا المثال الاولاني، جوليا منادى مفرد، يبقى ايه يا سيورا في؟ يبقى تي. تي بوسو انفيتاري اتشينا، يا جوليا اقدر اعزمك على العشاء، طبعا عشان جوليا منادى مفرد. طب نمرة دو يا سيورا في؟ رجعت طبعا ده منادى جمع، رجعت فيرجولا، يبقى الإجابة في. تمام، وسينيورا فيرجولا طبعا زي ما قال سينيور محمد احترام، هتبقى الإجابة لا كابيتال. نمرو 4 سينيور محمد، برضه نفس الكلام، يعني اي منادى احترام، سينيوري بروفيسور دكتوري، هتبقى الاجابه لا. يبقى لو منادى مفرد تي جمع في احترام لا، يعني رقم 3 و4 و5 هتبقى لا، بس ما تنساش طبعا ان هي هتبقى الا مايوسكولا، يعني لا اللي كابيتال اللي بتاع حضرتك او حضرتك. يبقى رقم 3 سينيوري لا، 4 سينيوري لا، 5 بروف اللي هي بروفيسور او بروفيسوريسا لا، ال كابيتال اللي هي بتاع حضرتك او حضرتك. يبقى ده ضمير العاقل لو جت على شكل منادى جمله واحده مفرد دي جمع في احترام مذكر او مؤنث، هتبقى لا اللي كابيتال. نشوف مع بعض. اتفضل يا سينيور محمد، اتفضل. هقول بس ان العنوان اي برونومي ديريكت ان يتم بكومبوست سيورا في، الضمائر مفعول به في الازمنه المركبه. المقصود بالازمنه المركبه اللي هو زمن الماضي، الماضي اللي هو بيكون منين؟ من كلمتين اللي هو افيري بلس البي بي. هنا ضمير مفعول به لما تيجي في الازمنه المركبه بتبقى مع افيري فقط يا جماعه، بتبقى مع افيري ايه فقط. فطبعا هنا هعرف ازاي ان ده ماضي؟ اهي هلاقي ايه؟ او طالما لقيت فيها تصريف فيرب افيري سواء في السؤال او في الاجابه، او اي اه ها ابيامو افيتي انو بلس البي بي، يبقى انا كده بتكلم في ضمير مفعول به في الماضي. لو بصيتوا على الاختيارات هتلاقي كلها فيها او كومبراتو او كومبراتو او كومبراتا او كومبرات، طالما في او بلس البي بي او اي او اه ابيامو افيتا انو، يبقى احنا بنتكلم في ضمائر مفعول به في الماضي. احنا خدنا اربع ضمائر مفعول به في البريزنت يا سورة، فيه اللي هم المفرد المذكر لو، المفرد المؤنث لا، جمع المذكر لي، جمع المؤنث ليه. في الماضي اللو بتبقى الا ابوصرف والتبعيه او، المفرد المؤنث لا بتبقى في الماضي الا ابوصرف والتبعيه اه، الجمع المذكر بيبقى ليه والتبعيه ايه، الجمع المؤنث بيبقى ليه والتبعيه ايه. يعني هنا في تبعيه على حسب الضمير المفعول به. يعني مثال، المثال الاولاني دوف اي يا كومبراتو سيدي كويست. محمد اتفضل يا سيدي. معلش هستأذنك في حاجة. في طلبة كتير تيجي تقول لك هو ليه افيري هنا خد تبعية؟ انت قلت لنا ان افيري ما ياخدش تبعية. تمام، احنا هنا التبعيه يا سيدي اتحطت على حسب ضمير المفعول به، مش على مظبوط حسب مين مظبوط. الفاعل. احنا هنا ايوه عشان في ضمير مفعول به، وبعدين هنا مفيش اسره، يعني في ضمير مفعول به في الماضي مفيش اسره، بتيجي مع افيري فقط. والتبعيه هنا الاكورد اللي اتحط هنا ما اتحطش على حسب مين فاعل الجمله، ولكن اتحط على حسب المفعول اللي مفهوم عوضنا عنه في الجمله الاولى. فالجمله الاولى بالظبط هنا مثلا عندي كويستا بيلا مالييتا سيو رفيق، كويستا بيلا مالييتا دي مفرد ايه؟ مؤنث. مؤنث. المفروض احنا بنعوض عنها بلا. هل في لا في الاختيارات؟ طبعا لا، حتى لو في مش هنختارها لان ماضي. طب الله في الماضي بتبقى ايه؟ قلنا الا لا ابص والتبعيه اه، فين الا ابص والتبعيه اه؟ هتبقى الاجابه شي لوكم براتا. طب لو كان مفرد مذكر يبقى الا ابص والتبعيه او، يبقى بي. طب لو جمع مذكر وهكذا، يبقى احنا بنبص على المفعول اللي في الجمله الاولى، وطالما ماضي هتبقى لازم الا ابص والتبعيه اه، تبقى الاجابه شي. نمرو 2 سيورا في، اتفضل. كي ها انفيتاتو فرانشيسكا الويجي نقط ماركو.
طبعا عندي انا ببص على المفعول بتاعه زي ما قال سنيور محمد، زمن الجمله عندي ماضي، لازم وانا بقرا السؤال احدد الجمله هل هي في زمن البريزنت زمن المضارع ولا زمن الباست، وهتفترق يعني هتختلف تماما معايا الاجابه. طبعا هنا زمن الجمله واضح جدا انه ماضي فيرب افيري، والبي بي كي انفيتات فرانشيسكا الويجي، طبعا عندي ولد وبنت يبقى هختار التبعيه بتاعتي جمع مذكر، يبقى كي انفيتاتو فرانشيسكا الويجي لي انفيتاتي ماركو، الإجابة عندي هتبقى شي يا محمد. معلش هقول حاجة سيورة فيه يعني عذرا. طبعا في ناس كده بتقول لي انا اعرف ازاي ان فرانشيسكا ده اسم ولا لويجي ده اسم؟ يا جماعة مش الاف كابيتال بتاع فرانشيسكا اف كابيتال ولويجي ال كابيتال؟ طالما جاب لي اسم كده في نص الجملة حتى لو اسم ما عداش عليك قبل كده، طالما الحرف الاولاني كابيتال ليتر، ها حرف مايوسكولا يعني، يبقى اكيد ده اسم، اسم عالمي، اسم شخص، اسم مدينة، خلاص هنعوض عنه. يبقى فرانشيسكا ولويجي ده بنت وولد، لويجي هو لويس، يبقى جمع مذكر زي السنورة في قال الإجابة تشي. نمبر 3، كي ابورتاتو إل كاني اباساجو، فين الكلمة اللي ابص عليها؟ ماليش دعوة باباساجو لأنها مذوبة بحرف جر، هبص على إل كاني. إل كاني كلب مفرد مذكر، وطالما مفرد مذكر هتبقى إل أبوستروفو والتبعية أو تشي. وخلي بالكم في حد قال ده انا خدتها بيه عشان كيارا، انت مالك ومال كيارا؟ احنا مش بنبص على كيارا، احنا بنبص على المفعول اللي في الجمله الاولى. في المفعول اللي في الجمله الاولى احنا شغالين لحد دلوقتي، ضمير مفعول به في المضارع، ضمير مفعول به في الماضي، احنا شغالين على المفعول به اللي في الجمله الاولى اللي هو ايل كاني. ايل كاني الكلب، فالكلب ده مفرد مذكر، فبالتالي هتبقى ال ابوستروف والتبعيه او اللي تشي لو لا بورتاتو كيارا. مين خد الكلب يتمشى؟ لا بورتاتو كيارا، اخذته كيارا، اخذته هي نعيد على الكلب. نمبر 4 سنور رفيق. I sentito le canzoni no non I sentito le canzoni، هل سمعت الأغاني؟ طبعا خد بالنا من الكلمات الشاذة بتاعتي، لي كانسوني هنا تعتبر جمع مؤنث، في ناس ممكن تبص على كلمة كانسوني بس وتروح تختار الإجابة بحرف الإي، لا يا جماعة أنا ببص على الأرتيكل والأداة، الأداة هنا لي كانسوني جمع مؤنث، يبقى I sentito le canzoni no non le ho sentite، طبعا الإجابة عندي هتبقى تشي، اتفقنا؟ بعده نمرو 5 او ها كيارا او مانجاتو لي باتاتينا. في جزئيه بقى مهمه جدا هنا يا جماعه، لو انا لقيت كلمه من الكلمات اللي بتقول دولك ان ده جزء، جزء ايه؟ اي رقم، اونو دو تري بوكو قليل مولتو كثير طنطو كثير بايو زوج ها فتة شريحه ام بيتسو قطعه، او ما الاقي كلمه بعد الفيرب اللي في الاجابه بتقول لي ان ده جزء، خلاص يبقى بناخد ضمير تاني خالص اسمه الضمير نيه. يا جماعه احنا خدنا اللو والله واللي 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 الا بصرف الا بصرف ليه ليه، دي اسمها ضمائر مفعول به كل. اكلت البيتزا؟ نعم اكلتها، يبقى اكلتها كلها. رايت الاولاد؟ رايتهم، رايتهم كلهم. بتعمل الواجب؟ بعمله، بعمله كله. لكن لو انا بقول لك اكلت البيتزا تقول لا ده انا اكلت قطعتين، يبقى ده جزء مش كل، ما اكلتهاش كلها، ده انا اكلت منها ايه جزء. المثال اللي قدامي بيقول ايه؟ كيارا اما جات وضوت البطاطينه، هل كيارا اكلت كل الشيبسي؟ قال نو، اوكي اكلت قليل، مش قليل ده جزء من الكل. طالما جزء من الكل باخد ضمير اسمه نيه، يبقى شرط ان انا اخد نيه اللي هي الجزء ان يكون عندي كلمه تقول لي ان ده جزء. فانا عندي هنا بوكو قليل ده جزء، يبقى نيه. بس خلي بالكم اللي خلاني خدت نيه ان في جزء، والنيه بتاخد تبعيه على حسب الجزء. فين الجزء هنا؟ بوكي. طب بوكي دي جمع ايه؟ مؤنث. بوكو مفرد مذكر، بوكا مفرد مؤنث، بوكي بالاي جمع مذكر، بوكي بالاي جمع مؤنث، فبالتالي النيه هتاخد تبعيه على حسب الجزء، هتبقى الاجابه تشي ني امانجاتي بوكي، الاجابه تشي ني امانجاتي بوكي. نمرو 6، اتفضل يا سيدي رفيق. quando hai preparato tutto il compito 2 giorni fa. طبعا زي ما سينيور محمد كان لسه بيتكلم على نيه وقاعده نيه والكلمات اللي بتتكلم عن الجزئيه او التجزئه، طبعا اي حد احنا عارفين نيه كميه او عدد بنختار نيه طبعا. طبعا هنا عندي دوي جورني فا، اي حد هيشوف كلمه دو ايه هيروح يختار الاجابه نيه على طول، لا يا جماعه لما يكون الكلمه داله هنا يعتبر دوي جورني فا كلمه بتعبر او بتدل على زمن الماضي، اصبحت كلمه داله، يعني هنا دوي مش بتدل على كميه ولا عدد، لا دوي جورني فا من يومين او منذ يومين يومين بالظبط، منذ يومين. كواندو اي بريباراتو توتو الكومبيتو، امتى يعني عملت الواجب بتاعك؟ ها لو بريباراتو دوي جورني فا، عملته منذ يومين، تمام، يبقى الاجابه عندي هتبقى دي لو بريباراتو دوي جورني فا. ناخد بالنا من حاجه زي كده، احنا ناس كتير جدا
تفتكر ان مجرد ان انا الاقي عدد او كمية بختارني على طول؟ لا يا جماعة، احيانا يقول لي بوكو فا. طب ما بوكو فا هنا ما اصبحتش كمية، اصبحت كلمة دل. خلاص المثال اللي بعد سنيور محمد، كنا لسه بنقول اهو. سيرة في بول، حاضر بالظبط كده. سيرة في كابول، خلي بالكم طبعا زي الناس، اول بقى الناس اللي حافظه مش فاهمه، اول ما الاقي بوكو اجري، ده جزء بني غلط طبعا. سيرة في قال لك بوكو فا، مش احنا خدنا من كلمات الداله على الماضي فا قبلها فتره زمنيه، فبالتالي بوكو فا مع فتره زمنيه تعتبر فتره زمنيه وليس جزء. بصوا يا جماعه عشان ما تتلخبطوش، اول ما تلاقي فتره زمنيه زي بوكو فا، فرا بوكو، الله ورقم، دو جورني فا، ثري جورني فا، وهكذا، ها ضاء فترة زمنية اشطبها ولكنها موجودة في الجملة، ده ما ياخدش نيه، هي لوحدها كده ملهاش لازمة. ليه؟ لأنها فترة زمنية وليس جزء. فبالتالي بوكو فا اعتبرها مش موجودة، فهبص على المفعول اللي في الجملة الأولى اللي هو ايفيرسي، فايفيرسي دي جمع مذكر، طالما جمع مذكر هتبقى ليه، والتبعية ايه؟ التانية بيه. هي اها، هل طبعت أبيات الأغنية؟ نعم هي طبعتها منذ قليل، طبعتها كلها منذ قليل، فتبقى الإجابة بيه لي أو ستامباتي. نمر اوتو سينرافي تمام. ha invitato quell'amiche quattro poco fa. هنا بقى quattro أصبح عدد، يبقى في الحالة دي أنا هختار ني. ليه بقى؟ لأن poco fa already الكلمة الدالة اللي هي fa جت معاها poco، خلاص منذ قليل، خلاص دي كده مع نفسها أو لوحدها، إنما الرقم أو العدد أو الكمية جالي منفصل عن الفترة الزمنية، يبقى في الحالة دي أختار ني عادي خالص. ha invitato quell'amiche ne o invitate quattro poco fa. طيب حاجة كمان، أنا خدت التبعية هنا ne o invitate، خدتها حرف الـ A. ليه؟ برجع لما يعني في قاعدة في ne بتقول بعد الرقم أو بعد العدد أو الكمية باخد تبعية الصفة اللي بتجيلي بعد العدد أو الكمية. يعني لو هنا quattro، هل في كمية أو صفة جات لي وراها؟ لا، يبقى أرجع للمفعول بتاعي في الجملة وآخد تبعيته. I invitato quelli amici. ها quelli amici هنا جمع مؤنث، فناخد التبعية بتاعتها تبقى الإجابة ne ho invitate. تمام. في بالظبط كده سيرة مثال فيه، لان تاني. في ناس بالظبط كده، ايوه لان في ناس اتفضل. كتير سيرة فيه لما تلاقي ايه كواترو اخرها او، يقول لك ايه ني انفيتاتو الاخرها او، ان او بالظبط. هنا او هنا. يا جماعه الارقام من اثنين الى ما لا نهايه جمع، يعني لازم التبعيه بتاعتها تبقى جمع، اوعى تلاقي جمع 2 مذكر او و 3 جمع كواترو، مؤنث. بالظبط لازم تبقى جمع، يا جمع مذكر يا جمع مؤنث. ده سيرة فيه، لو ليه التمييز اللي بعديها قال لي مثلا دو بيت سي جمع مذكر، يبقى التبعيه اي جمع دو مذكر، كيلي، الكلمات دو المشهورة دي. كيلي، دو فيت، لا دو فيت بالاي جمع مؤنث يبقى جمع، دو باجيني جمع مؤنث يبقى جمع مؤنث، على حسب التمييز العدد اللي جاي بعديها. طب لو زي المثال قدامي ده لقيت كواترو وسكت اربعه، ما جابليش هو جمع مذكر ولا جمع ايه؟ مؤنث، لازم تبقى جمع، لازم تبقى جمع. هرجع للجمله الاولى زي ما في الجمله المثال الثامن، يعني مرقطه لقيت كويلي اميكي جمع ايه؟ مؤنث، بينا جمع مؤنث. طب لو رجعت لقيته جمع مذكر يبقى جمع مذكر، طب لو رجعت لقيته مفرد مذكر يبقى جمع مذكر، طب لو رجعت لقيته مفرد مؤنث يبقى جمع مؤنث. لازم تكون واثق ان طالما في رقم من اثنين الى ما لا نهايه لازم تكون الاكورد التبعيه جمع، ما ينفعش يبقى التبعيه مفرد مع رقم جمع. بالظبط. الرقم الوحيد اللي ليه تبعية هو رقم ايه يا سينيور محمد؟ اونو طبعا، اونو واضحه خالص اهي، اونو انا مش محتاج ارجع عليه بقى، لان اونو باين ان هي مفرد مذكر، او اونا اونا. باين ان هي مفرد ايه؟ مؤنث، يبقى اونو بواضحه ان هي مفرد مذكر، اونو اخرها او، وهنا اخرها اه، مش هرجع. لكن من الارقام من اثنين الى ما لا نهايه لازم نرجع للجمله الاولى عشان احدد هو جمع مذكر ولا جمع ايه؟ مؤنث. تمام، بالظبط كده سيدي. يبقى الإجابة عندي بي. اتفضل سينيور اي طبعا. محمد. طب نمرو نوفي، لما لك راجاتسو اي انكونتراتو كوي راجاتسي السيتو دي، خلي بالكم يا جماعه توتي كل وليس جزء، ما حدش يقول لي توتي، في فرق بين مولتي وطانتي وتوتي، توتي كل، طالما توتي كل ماليش دعوه بيها. ارجع للجمله الاولى، لقيت في الجمله الاولى كوي راجاتسي، فكوي راجاتسي دي جمع مذكر، هتبقى طبعا الاجابه شي دي اون كونتراتي شي. بقول لك يا ولد هل قابلت كل الاولاد؟ نعم، او ها هؤلاء الاولاد، نعم قابلتهم كلهم، هتبقى الاجابه تشي لي اون كونترا تي. نمبر دي ايش سيورا في، اتفضل. Quanti SMS ricevi al giorno? Ricevo tanti. طبعا هنا جملة، هنا في زمن المضارع جملة سهلة جدا، وتانتي أو مولتي من الكميات أو الكلمات اللي بتعبر عن التجزئة أو الكمية، يبقى في الحالة دي الإجابة عندي هتبقى ني. اتفضل يا سينيور محمد. نمرح اون دي تشي ودو دي تشي جمل مهمه جدا، وهيجي لكم ان شاء الله تعالى زيهم في الامتحان، ركزوا فيهم لو سمحتوا. كويست سكاربس ونمونتو اللي جامد. بص يا جماعه، اول ما تلاقي الجمله في بدايه بكويستو كويستا كويست كويست، بص على كويستو،
طبعا لما الاقي كويستي سكاربس وموتو اليجانتي، ما حدش يقول لي اليجانتي جمع مذكر، لا انا هبص على كويستي ايه، كويست سكاربي هذه الاحذيه، فكويستي دي جمع مؤنث، طالما جمع مؤنث هتبقى ليه. بس خلي بالكم انا عندي كلمه اون بايو، ركز معايا في الحته دي عشان الجمله دي مهمه جدا. اون بايو، لو ما فيش اون بايو كنت خدت ليه بي، لكن طالما جاب لي اون بايو بعض النقط اللي معناها زوج يبقى ده جزء، يبقى نيه. طب في هنا جت دي كومبرار نه، ايه ده؟ انا اول مره اشوف النيه جت في الاخر يا جماعه. ضمائر مفعول به كلها لو الله واللي واللي والمي والدي والشي والبي والني لهم مكانين، ايه هم المكانين؟ يا قبل الفعل المصرف يا في نهايه الفعل فين؟ في المصدر. وطبعا هنا عشان عندي قبل النقط فوليو فوليو فوليو، ده فعل مصرف، يبقى لازم تيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فهتبقى الاجابه كومبرار نه ام بايو فوليو كومبرار نه دي. معناه الجمله هذه الحذية شيك جدا، عايز اشتري منها زوج هذا المساء، اشتري منها زوج، يبقى فوليو كومبرار نه نه نه. ليه ما خدناش بي؟ عشان فوليو فعل كونيوجات مصرف، يبقى لازم اللي بعديه يكون انفينيتو في المصدر، يبقى بي دي كومبرار نه. تفضل يا سيدي رفيق. quando puoi portare il regalo per la mamma نقط domani، نفس الفكرة ونفس الجملة بتاعت 11، هي نفس الفكرة بتاعت 12. طبعا مش هروح اختار على لا ماما، احنا اتفقنا قلنا ان المفعول عندي لو اتسبق بحرف جر ولكنه موجود بالنسبة لي، فالمفعول اللي هعوض عنه هو il regalo. يبقى quando puoi portare il regalo per la mamma، ها الإجابة تبقى posso portarlo دوماني. طبعا الرجال هنا مفرد مذكر فهعوض عنه باللو، وزي ما احنا قلنا ان بصوا ده فعل خادم خلالي الفيرب اللي بعديه او الفيرب اللي بعديه في حاله انفينيت وحاله مصدر، وجي طبعا الضمير ملتصق بالايه بالفيرب على طول، يبقى بصوا بورتارلو دوماني. تمام سنيور محمد، ننتقل لجراماتيكا دي اونيتا تشينكو الواحده الخامسه، اللي هي فيربي ريفلسيف الافعال المنعكسه. اي فيربي ريفلسيف عندنا في اونيتا تشينكو بتتكلم عن اي فيربي ريفلسيف البريزنت الافعال المنعكسه في المضارع، واي فيربي ريفلسيف الباسات والافعال المنعكسه في الماضي في الواحده الاخيره. يعني فعل منعكس يعني الفاعل بيقوم بالحاجه لنفسه. اول طبعا يعني فعل منعكس شكلا ان هو بدل ما يبقى الفعل اخره اري واير وايرا كمجموعه اولى وثانيه وثالثه، بيبقى اخره ارسي زي المجموعه الاولى الزارسي، او ايرسي زي ميترسي، او ايرسي زي بستيرسي. بس خلي بالكم السي دي مش ثابته، السي بتتغير على حسب مين فاعل الجمله. لو فاعل الجمله ايو انا هو اللي هصرف طبعا الفيرب الزار عادي، الزو الزي الزا الزيامو الزاتي الزنو، وبحط مع ايو مي مع تو تي مع اللوي سي مع النوي شي مع البوي بي مع لورو سي. ملخص الكلام في الافعال المنعكسه سواء مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه، ان ايو انا مي والفيرب اخره او، تو انت تي والفيرب اخره اي، اللو لي سي والفيرب اخره يا اه مجموعه اولى يا ايه مجموعه ثانيه او ثالثه، انو نحن شي والفيرب اخره يامو، الفوي انتم في والفيرب اخره ته، دول هم سي والفيرب اخره نو. يعني مي الزو تي الزي سي الزا شي الزيامو دي الزاتي سي الزانو، يبقى في مي تي سي شي في سي قبل الفعل، وده ما يميز الافعال المنعكسه عن الافعال العاديه. ننتقل بعد كده سيدي رفيق اتفضل. scegliere la risposta corretta، تختار الاجابه الصحيحه. tutta la famiglia نقط presto. طبعا هنا اللي هيعرف كالعاده هيصرفها على الكلمه اساس انها جمع يختار سيزفيليا. لا يا جماعه احنا قلنا يعني بنعيد وبنكرر بنأكد ان في بعض الكلمات تعامل معامله المفرد، يعني هي هتحس انها جمع بس المفرد. يبقى توتا لا فاميليا سي سفيليا بريستو، طبعا الاجابه الثالثه. سنيور محمد، الجمله الثانيه النصر جروب، اهم حاجه زي الصوره في قال اداه التعريف النصر جروبو الا مفرد. طب اي مفرد بيبقى لوي هو او لي هي، يبقى النصر جروب هو، يبقى سي بريبارا الثانيه، الجروب بتاعنا بيستعد او بيجهز سيمبر دائما انفريت بسرعه، يبقى سي بريبارا الثانيه. نمره 3 صوره فيه فيدريكا اي مونيكا فيرجولا كواندو نو ادوماني. طبعا فيدريكا اي مونيكا فيرجولا هتعامل معامله فوي. طب لو فيدريكا اي مونيكا من غير الفيرجولا او فيدريكا اي مونيكا كواندو نو ادوماني يبقى لورو، انما عندي لما يجي لي اي اسم جمع وراه كوما، راجاتسي وراها كوما، او اسمين وراهم كوما، تعامل معامله فوي. فيدريكا اي مونيكا فيرجولا كواندو في انكونتراتي دوماني. الإجابة الثالثة طبعا في الكونترات.
نمرو 4 ده سؤال مهم جدا جدا جدا، وخلي بالكم محل سؤال في الامتحان لما يجي لي سؤال واجابه، لما يجي لي سؤال واجابه. السؤال هنا نمرو 4 بيقول لك اكورا تيز فيلي دي سوليتو، في علامه استفهام في النص، ده معناه ان انا عندي سؤال واجابه. طالما سؤال بتيز فيلي انت تستيقظ، انت مش تي، تي في السؤال انت، يبقى الاجابه بقى انا، انت في السؤال تبقى انا في الاجابه، انتم في السؤال تبقى نحن في الاجابه، فطبعا هتبقى تيز فيلي في اي ساعه انت تستيقظ، هتبقى الاجابه انا استيقظ الساعه 7، هتبقى ميز فيليو الثانيه، ميز فيليو ال 6. نمرو شينكو سيورا في راجعتسي فيرجولا كواندو نقط. طبعا راجعتسي هنا فوي، احنا كنا لسه قايلين اي اسم اي اسم جامع ورا فيرجولا يعامل معامله فوي. راجعتسي كواندو في الساتي، طبعا الاجابه عندي هتبقى الثالثه في الساتي. محمد جوليا مولتو كواندو جواردا اون فيلم كون اورلاندو بلوم، مين الفاعل هنا؟ جوليا هي. طب جوليا هي بتبقى يا جماعه بتبقى سي دي فيرت الاخيره، جوليا تستمتع كثيرا، جوليا هي سي او او ايه يبقى الاخيره عندما تشاهد فيلم اورلاندو بلوم، سي دي فيرت الاخيره. نمر 6 سيارة فيه جاني ستيفانو ابونتامينتو البيتسيريا. جاني ستيفانو طبعا هنا بتساوي لورو، جاني ستيفانو لو شلناهم وعوضنا عنهم بضمير هتديني لورو، يبقى جاني ستيفانو سيدانو ابونتامينتو ان بيتسيريا. محمد نمرو اوتو سكوزي، ماليش دعوه بسكوزي، سكوزي معناها معذره، ماليش دعوه بيها، اشتغل على لاي، لاي اللي كابيتال اللي معناها حضرتك او حضرتك، يبقى طبعا كومي سيكياما الثانيه معذره حضرتك، ما كيف تسمى لاي كومي سيكياما الثانيه. نمرو نوفي ogni mattina vado in bagno e. الجملة دي جملة جميلة جدا، يعني هنقعد يعني في ناس ممكن تغلط فيها لما يقول ogni mattina وفيرجولا يعامل أو يعملها كأنها تو. لا طبعا هنا ogni mattina vado لازم يكون في فاعل في الجملة، ogni mattina دي فترة زمنية ماليش علاقة بيها، vado هنا الفيرب قاعد أدور على الفاعل ما ألاقيش فاعل، ما أنا متعود نلاقي الفاعل جوليا باولو أليسيا. لا بصوا يا شباب، ممكن يكون الفيربو او الفعل مصرف زي ما احنا شايفين، فادو ده فيربو ايو متصرف مع ايو، ده فيربو انضاري، ايو فادو ان بانيو، مين اللي بيذهب؟ انا، يبقى الجمله كلها الفعل انا في الجمله، فادو ان بانيو اي مي لافو. تمام، يبقى لما يجي لي جمله كده فيها الضمير مش واضح، الضمير الفعل عندي مش واضح، ابدا اشوف الفيربو متصرف مع مين، هنا الفيربو متصرف مع ايو، يبقى الفاعل في الجمله ايو، يبقى ابدا اشتغل على الضمير ايو، vado in bagno e mi lavo. سيور محمد اي فيرب ريفلسيف يكون اي فيرب مضارع الافعال المنعكسه مع الافعال الخادمه. طبعا بصوا يا جماعه معايا لو سمحتم، طبعا انتوا عارفين الافعال الخادمه اللي هو بوتير ودوفير وفولير وهكذا، خدنا الافعال بوتير ودوفير، ديفو مانجاري فوليو مانجاري بصوا انداري، لما بتيجي فعل مصرف ايه بعدها الفعل فين؟ انفينيتو في المصدر. هنا الجمله الاولى ايو انا، ايو انا، طب ايو انا بتاخد ايه؟ بتاخد، خدناها في الافعال المنعكسه بتاخد او ومي، فين او ومي هنا؟ الإجابة الأولى طبعا ديفو فيستير مي، بس الفكرة في بقى إن المي جت في الآخر. يا جماعة المي والتي والسي والشي والفي بتاعت الأفعال المنعكسة لها مكانين، زيها زي ضماير لها مكانين، إيه هي المكانين؟ يا إما قبل الفعل الخادم يا إما في نهاية الفعل في المصدر. يعني إيه؟ يعني المثال الجملة الأولى أنا قلت اخترت ديفو فيستير مي الأولى عشان الفعل إيه وأنا، طب ممكن آخدها بطريقة تانية، ممكن أقول ديفو فيستير مي أو أجيب المي قبل ديفو، يبقى مي ديفو فيستيرا، يعني ينفع اقول ديفو فيستير مي او مي ديفو فيستيرا، بس خلي بالنا ان المي تيجي مره واحده بس، يا قبل الفعل المصرف الخادم يا اما في نهايه الفعل فين؟ في المصدر، ما ينفعش اجيبها مرتين، يبقى ايو سون ريتاردو ديفو فيستير مي انفريتا، انا متاخر يجب ان ارتدي بسرعه. نمر دو سيرا في كارلو ايدينا فرا دوي ميزي. طبعا هنا كارلو ايدينا تساوي لورو، طبعا هاخد الفعل الخادم بتاعي مع لورو، يبقى possono Carlo e Dina possono sposarsi fra due mesi. L'إجابة عندي هتبقى الثالثة. طبعا الثالثة دي يا سيورة فيه ممكن برضه نقول possono sposarsi أو سي possono possono sposare sposare بالظبط كده، يعني في الآخر يا إيه يا قبل الفعل الخام. نمرو 3 جوليا هي، طب جوليا هي بتاخد إيه؟ بتاخد فولي، جوليا هي بتاخد سي وأو إيه، فين سي وأو إيه هنا؟ طبعا هتبقى الاجابه فولي بروفار سي الثالثه، لان جوليا هي بتاخد سي، وطبعا
فولي، الاخيره دي بتاعت فوليون بتاعت هم جوليا، هي فولي بروفارسي كويستو مليوني، جوليا تريد ان تجرب هذا البلوفر، يبقى فولي بروفارسي الاجابه الثالثه. نمرو 4 سيرافي اتفضل. Siamo in ritardo, dobbiamo نقط subito. Siamo in ritardo, dobbiamo. طبعا هنا dobbiamo الفعل الخادم متصرف مع noi، هنختار فيها طبعا النهاية ci. يبقى siamo in ritardo, dobbiamo prepararci subito. احنا متأخرين، لازم نجهز نفسنا بسرعة ونستعد. سيدور محمد. نمرو 5 راجاتسي دوفيتي، راجاتسي بعدها فيرجولا، انتم يا اولاد انتم، يبقى دوفيتي، دوفيتي حتى في دوفيتي فيها تي اهي، تي يعني انتم برضو، اهم حاجه دوفيتي، يبقى بريبارار في الثانيه، لان تي انتم تو تي وفي تي موجوده، يبقى اللي ناقص الفي بريبارار في الثانيه. نمرو 6 يا رفيق. راجاتسي فيرجولا اون ماليوني، راجاتسي طبعا هنا اسم جامع ورا كوما تساوي فوي، تبقى الاجابه طبعا في volete mettere ragazzi virgola vi volete mettere او volete mettervi. تمام، طبعا الاجابه هتبقى الثانيه. سيور محمد. اخر بونيتا يا جماعه عندنا الفيرب ريفلسيفو، كده نكون انتهينا من لابارت دي لا جراماتيكا. الفيرب ريفلسيفو الباساتو بروسيمو، الافعال المنعكسه في الماضي، طبعا الماضي مع الافعال المنعكسه بيجي مع اسر فقط، وطالما هو فعل ماضي مركب يعني بيكون من كلمتين، اللي هو تصريف فيرب اسر في المضارع، سونو ساي اي سيامو سيت سونو، وطبعا المي والتي والسي والشي في البي قبليها، يبقى مع يو انا مي وسونو، مع تو انت تي ساي، مع لو لي سي واي، مع نو شي وسيامو، مع البوي بي وسيتي، مع دورو سي وسونو، وطبعا ما ننساش طلبة اسر كفعل مساعد كاوزيلياري اسر، لازم البارتيتشيبو باساتو ياخد اكورد وياخد تبعيه، يعني يعامل معامله الصفات، يعني لو انا ولد ميسونو ديفرتيتو، لو انا بنت ميسونو ايه ديفرتيتا، لو جمع سيسونو ديفرتيتي، لو جمع مؤنث سيسونو ديفرتيتا، يعني يعامل معامله الصفات، يبقى مع ايو انا مي وسونو، تو انت تي ساي، لوي لاي سي ايه، نوي نحن شي سيامو، فوي انتم في وسيتي، لور هم سي وسونو. ننتقل كده سيورا فيه مع اسئله. الميزي سكورسو كارلو بيني بير ليزامي، طبعا الكلمات الداله بتاعت الماضي المنعكس هي نفس الكلمات الداله بتاعت الماضي البسيط بتاعي، نفس الكلمات سكورسو باساتو فا ستاماتينا، نفس الكلمات بتاعتي وايري وافانتيري. يبقى الميزي سكورسو كارلو بيني بير ليزامي، ميزي سكورسو كارلو سي اي بريباراتو بيني بير ليزامي، الاجابه عندي هتبقى الثانيه. محمد. نمرو دو ايري ماضي كلمتين، طبعا ها وانا وباولو نحن، طب نحن بتاخد ايه شي وسيامو، لاحظوا ان في اتنين شي وسيامو، في شي وسيامو الثالثه وفي شي وسيامو الاخيره، نركز مين الفعل، انا وباولو، طالما باولو موجود يبقى انا وباولو، يبقى اكيد جمع مذكر، طالما جمع مذكر هتبقى الاجابه شي سيامو ديفرتيتي الثالثه، الاخيره دي لو كان جمع مؤنث، لكن طالما باولو موجود تبقى جمع مذكر، يبقى شي سيامو ديفرتيتي الثالثه. نمرو 3 رفيق. Ragazzi, virgola, bene, ieri alla festa. Ragazzi, vi siete trovati bene ieri alla festa. طبعا احنا لسه قلناها وعدت علينا كذا مره، اسم جامع ورا virgola يعامل معامله voi. يبقى ragazzi, virgola, vi siete trovati bene ieri alla festa. سيدور محمد. نمرو 4 ieri ماضي طبعا، عشان ieri امس ماضي. ايه مي فراتيل اخواتي، يبقى لورو هما، طب لورو هما بتاخد سي سونو، في اتنين سي سونو في التالتة وفي الأخيرة، بس ايه مي فراتيل جمع مذكر، يبقى الإجابة التالتة سي سونو ديفرتيتي امبارح، اخواتي استمتعوا في الحفلة سي سونو ديفرتيتي. نمرو 5 سي رفيق. ياري توتا لا جينتي al concerto. طبعا برضو من الكلمات اللي تعامل معاملة المفرد لا جينتي، معناها الناس، توتا لا جينتي نقط al concerto سي اي ديفرتيتا الكونشيرتو، طبعا الإجابة عندي هتبقى الثالثة. نمرو ساي ميا مولي برونورا بريما دوشيرا، مين الفاعل؟ ميا مولي، ميا مولي، حد يقول لي ما فيش كلمة دالة على الزمن الماضي هنا، بس الاختيارات كلها ماضي، خلاص الاختيارات كلها كلمتين، مين الفاعل؟ ميا مولي زوجتي، طب طالما زوجتي يعني لاي هي، أول ما الاقي ميو أو ميا نصرة أو نصرة كده يبقى على طول هو أو هي، ميا مولي زوجتي يبقى هي، طب هي لاي بتاخد سي، في اتنين سي، طبعا سي اي بيتيناتا ولا سي اي بيتيناتو، طبعا ميا مولي زوجتي مفرد مؤنث، يبقى سي اي بيتيناتا
التالتة الأخيرة دي مفرد إيه؟ مذكر، يبقى سي إي بي بتنعطى التالتة. سيو رفيق، طب احنا كده طبعا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، يعني حابب تقول كلمة؟ والله نشكر كل طلابنا وكل متابعينا، وبنشكر الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني لإتاحة الفرصة دي لكل طلابنا إن هم يتابعونا من خلال منصة البث المباشر بجمهورية مصر العربية. وبنحب نقول حاجة يا جماعة، طبعا الامتحان احنا كده رجعنا لكم طبعا الحمد لله بفضل الله تعالى. انا وسيد رفيق كل لا بارتي دي لا جراماتيكا، جزء الجراماتيكا ولا بارتي دي السيتواسيون وجزء المواقف. طبعا فاضل جزء عندنا في الامتحان اللي هو طبعا ده جزء حصيلة تدريب سنة كاملة، اللي هو لا بارتي دي لا تيستو، قطعتين هيجي لك قطعتين في الامتحان، بيبدأ بيهم القطعتين. القطعتين بيبقى بكل قطعة بيجيب لي عليها 6 أسئلة بست درجات، قطعتين ب 12 درجة، المواقف 12 درجة يبقى كده 24، و16 جملة أو 16 درجة على لا بارتي دي لا جراماتيكا، جزء الجراماتيكا. طبعا عشان أحل كويس جزء القطع لازم أراجع على الكلمات وأراجع على الديالوج اللي موجودة في كتاب المدرسة. نشكر طبعا سنيور محمد الجبالي، نشكر من كل قلب سنيور رفيق، وبنشكركم جميعا. والسنيور رفيق لو حابب يقول حاجة. اه يعني حاجة بسيطة بس كده لكل طلابنا، يعني حابب ان لما نيجي نحل نقرا الجملة كاملة، ما نقراش اول الجملة ونسيب الجزء الثاني. ممكن الإجابة تكون مرتبطة بآخر جزئية في الجملة، في تركيز شوية، في ناس بتتسرع، محدش يتسرع يا جماعة، نبقى كده واحنا بنحل مركزين حافظين كلماتنا، اللغة كلمات، حافظ كلمات كويس جدا، هتقدر تحل القطعة اللي هي بتشكل صعوبة كبيرة جدا لكتير من الطلبة. حفظك للكلمات هيسهل عليك كلام كتير جدا، دي لغة واللغة كلمات. تمام، طبعا بتمنى التوفيق لكل طلابنا، وبشكر سنيور محمد، وكانت سنة جميلة وسعيدة علينا كلنا، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة على كل طلابنا، يعني وكل يجيب درجات حلوة في الإيطالي بإذن الله، وبالتوفيق للجميع، وشكرا لقنوات البث المباشر بالوزارة، وشكرا للجميع، شكرا جدا. أشكركم جميعا، شكرا، وبالتوفيق إن شاء الله تعالى. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.